الأهلي يقدم عرضا جيدا ويكتفي بهدف لصلاح محسن في شباك انبي واسعد لدور الثمانية لكأس مصر. كابتن شريف ألف مبروك، فوز مستحق. ألف مبروك. فوز اتأخر من الشوط الأولاني بكرات كتيرة كانت ممكن نجيب نتيجة كبيرة أوي النهاردة، إنما الحمد لله مباراة كاس ووصلنا لدور الثمانية إن شاء الله. الفرقة يمكن بالهدف ده خدت ثقة كبيرة جدا. تاني تايم أنا شايف الكرة بتتحرك بانسيابية وفي ثقة في اللاعبين. تغييرات وضحت لنا بعض اللاعبين اللي قاعدين بره عندهم كرة يقدروا، كل ما بيشتركوا كل ما هنشوف منهم أكتر بإذن الله. تعرفنا على وجوه جديدة النهاردة زي أحمد عبد القادر، اتفرجنا على ميكسيوني، شفنا وجود لصلاح محسن تاني وتهديف بجول كويس جدا، بيتحرك كويس قوي في المنطقه دي. ولكن شفنا بقى اللي هو اجمل حاجه في المباراه، شفنا اللي كلنا بنطالب بيه طول عمرنا، شفنا ديانج. صحيح، مش مفاجاه على فكره، نجم المباراه. هو الحقيقه ليه بيلعب ده سهل قوي، وبيقطع الكره في كل حته، وبيعمل باس سليم، وعنده جميع الامكانيات، وبيشوط، يمكن هو الوحيد اللي سدد على الجون. عنده جميع المواصفات اللعيب المحترف العالمي. صحيح، مش اللعيب المحلي فقط يعني في اي حته. فنرجو ان يكون النهارده الجهاز الفني شاف ديانج بصوره جيده جدا، مخلينا في حته تانية بصراحه يعني. قاعدين احنا مطمنين يعني. فعلا انا وانا بتفرج عليه وكرة بتتقطع بيعمل 7 8 ياردة سبرنت، حتى لو ما خدش الكرة او بيعمل فاول تعطيلي او حاجات كتير قوي. كان مهم جدا ان انت تفوز النهارده، وكان مهم جدا ان انت ترجع لك ثقة التهديف تاني. انت بقالك فترة الحكاية بعيد عنك، مش ماشيه معاك يعني. النهارده 3-4 تجوان بيروحوا كده من محمد شريف وقفشه، وحسيت بقى وحظ احمد عبد القادر، قلت هو في الحكايه مالها ايه يعني، الحكايه دي مالها واقفه كده ليه يعني. دي حاجات سهله وجوه خط السته وكده، انما طبعا قدر الله ما شاء فعل ربنا بيحضر لنا حاجه احسن. ان شاء الله رب العالمين. فاحسن نيات كويسه. ولكن مستر موسيماني لابد يقعد مع نفسه بقى كده ويشوف الدنيا ماشيه ازاي، وعنده قماشه واسعه كبيره جدا يقدر يستغلها احسن استغلال. الحقيقه عنده لعيبه كتير قوي. عنده عايز مجهود ادو اهو، شاف النهارده ديانج وشاف ميكسيوني ده الشوط الثاني عامل مجهود كبير جدا. في رسو في الاداء، في محمد شريف محتاج سبورت جنبه، حد كمان يطلعه من اللي هو فيه ده، يجيب جول واثنين وثلاثه ويرجع زي ما كان راجل هداف الدوري. فحاجات كتير قوي النهارده مستفاده من مباراه انبي، وانبي مش فرقه صغيره، فرقة بس ما عندهاش طموح في الملعب النهارده. يعني ما شفتش هنا طموح للفرقة دي خالص، ان النهارده عايزة تروح غير لما انت بتغلط. يعني وجود انبي لما انت بتغلط، لما بتتقطع منك الكورة، لما انت بتعمل باص غلط. ايوه. ف هتقابل بقى بيراميدز وهتشوف شكل تاني. بس عندنا فترة بس الشكل اللي انت شايفه ده الأوضاع. الشكل اللي انت شايفه ده ايوه يبشر انك انت عندك مجموعة دلوقتي، بس ازاي انت المجموعة دي تقدر تطلع منها 11 اللي بيبتدوا، خد اقوى ما عندهم من سرعات، من اداء، من فنيات، باذن الله تكون المرحله الجايه احسن بكتير باذن الله رب العالمين. كابتن علاء الف مبروك. انا عارف ان انت كنت تتمنى النتيجه اكتر من كده، ولكن الحمد لله رب العالمين اداء احسن من المباراه اللي فاتت بكتير بكتير. طبعا الحمد لله على المكسب، مكسب مهم ومحتاجه، لكن كنت ممكن النتيجه تبقى اعلى من كده بكتير. بزبوط. يعني يعني غالبا كل فرقه بتلعبك بنفس الشكل. صحيح. اللي هي بتدافع عليك، بس حتى بتاع يعني دفاع سهل جدا احرز فيه اهداف زي النهارده. امبي ما بيعملش حاجه خالص خالص يعني، حتى حته ان هو ممكن يدافع عليك ويقف في مساحات مش موجوده. انت النهارده ادائك اسرع، رتمك اسرع، تحركاتك احسن، في تحرر للعيبه. هي بيبان دايما من بدايه المباراه. الهدف اتاخر في الشوط الثاني، لكن ما فيش قلق يعني. في مباراه بتبقى قاعد انت قلقان. صح. النهارده انت بتتفرج على مباراه يعني متوقع الهدف في اي وقت. أيه. ما فيش مشكله يعني، حتى ما بتقطع منك كام كوره كده، وده لازم يتركز عليه الفتره القادمه. حته التمرير خطا كتير قوي، لازم يبقوا احرص من كده شويه. لكن حتى ما بتقطع منك انت ما عندكش مشكله خالص يعني. الانبي ما عندوش اي انيه هجوميه خالص، الى جانب وجود النهارده عندك وحش في نص الملعب. لسه الى جانب وجود النهارده ديانج، يعني ديانج
مش محتاج يثبت ان هو لعيب كويس او صفقه ممتازه او يعني ما ينفعش استغناء عنه في نص الملعب. هو مش محتاج يثبت كده، ان هو كل ما بيلعب بيبقى هو ده الشكل، هو ده اداؤه، هي دي روحه. بيتحرك طول 90 دقيقه، عامل لك تقل في نص الملعب. نص الملعب ده دايما بتدور على ناس تديك يعني تديك راسي كده. يا ريت يجيبوا لنا ارقامه في الماتش، ارقامه هتيجي وهتتكلم عليه كل حاجه. كميه جري النهارده مش طبيعيه في نص الملعب. صحيح. لا ما شاء الله النهارده ديانج هو نجم المباراه الاول بلا منازع، لكن على الجانب لعيبه الاهلي كلهم لا، النهارده تحس لا في شكل، في شكل تاني. مزبوط. في تفكير تاني، في دوافع جديده، عايزين يعني اللي حصل ده ما يكررش تاني. حاجه حصلت زي ما اتفقنا وكلنا في اول الاستوديو ان بتحصل مره كره قدم فيها كده بعض الحاجات، لكن الحاجه الكويسه والحلوه النهارده الحمد لله ان الموضوع هو مباراه وراحت لحالها او بطوله راحت لحالها انتهت، لكن بطوله تانية كسبتها وكسبتها بمكسب قليل جدا على سير المباراه. صحيح. لكن انت مريح، ما عندكش مشاكل، ما تضغطش، حتى لو حصل ضغط وبسيط جدا ما فيهوش اي مشكله انت بتعمل الضغط يعني، لكن مش لعب من امبلي. امبلي النهارده لا حول له ولا قوه خالص في اداء المباراه طول المباراه. مبروك للنادي الاهلي، فوز مستحق ما فيهوش اي مشاكل خالص. وطبعا اما نيجي نتكلم بقى على سير المباراه والفنيات، الكلام فنيات فيها كده هنتكلم اكيد باذن الله. كابتن عادل الف مبروك، النادي الاهلي فاز بمباراه وفاز باكتر من لعيب من ضمن الصفقات الجديده اللي جت. اكيد، بس عاوزين نقول ان النادي الاهلي النهارده اداؤه كان مميز رغم اضاعه الاهداف وكل الكباتن قالوا كده، ولكن المهم في الامر انك انت كسبت، تغلبت على حته يعني انت برضو المباراه اللي فاتت مباراه السوبر اضعت فرص كتير قوي، وكان حظك وكان حظك سيء. انا خفت الموضوع يتكرر النهارده، رغم ادائك كان عالي وكان كويس قوي، رغم هذا اضعت اهداف كتير ولكن جبت هدف. مبروك ان احنا اول حاجه وصلنا للدور اللي بعده. الحاجه الثانيه المهمه، يعني انا كنت سعيد جدا النهارده بديانج الصراحه. ليه يا كابتن ايمن؟ لانه لاعب محطوط جوه الملعب، محطوط بره الملعب، بينزل يأدي يعني. صحيح. يعني فاكر لما قلت لك انه المدرب بيبقى سعيد جدا انك انت تطلعه ان هو اللي غلطان. يعني انا شايف ان ديانج بيطلع موسيماني غلطان النهارده، يعني ان هو بيقعده، فاهم؟ وهي وجهه نظر فنيه يعني، مستر موسيماني وجهه نظر فنيه في بعض المباريات عدم البدء بديانج، بس ديانج اثبت له النهارده ان هو اعتقد لازم يكون. ما هو ده اللي انا بقوله لك كابتن، انت يمكن ما فهمتش. لا فهمت طبعا، فهمت. انا بقول لك هي بتبقى وجهه نظر لا فنية. يا كابتن ما هي وجهه نظر، بس انا بقول دايما المدرب بيبقى سعيد جدا ان اللعيب اللي يحرجه بلغه الكوره. يعني احنا كنا نقول للاعبتنا ايه؟ انا مش هلعبك النهارده بس لما اديك احرجني. صح. فهو ديانج عمل افضل لاعب في الملعب. يمكن انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا على ديانج كمان، ديانج خلاك النهارده خطوره انبي انت شايف ان هي معدومه. صحيح. دي حقيقه. ده السبب، مش يعني ان فريق انبي ما اديتش اداء كويس، لكن كمان ديانج بيعمل ناحيه دفاعيه قويه جدا، ديانج بيعمل ناحيه الهجوميه المسانده والدفاع. يعني احنا مش عاوزين نتكلم عليه كتير، بس هو لا هو يعني بص عايز اقول لك حاجه، لازم نديله حق، هو صنع الفرق النهارده مع النادي الاهلي. هو بيصنع الفرق دائما. يمكن انا بستغرب جدا انه ديانج يبقى بره. يعني انا ما اتمنى ان طول الوقت ان ديانج يكون جوه الملعب، لانه لعيب كويس، لعيب كبير فعلا. صحيح. لعيب بيديك بيزودك لاعب في وسط الملعب، دي حقيقه. الحاجه الثانيه انه بيقطع. انت يا كابتن في حاجه مهمه لازم تعرفها، ان لعيب نص الملعب لازم يهاجم الكوره اكتر واحد من الثلاثه بيهاجم الكوره ديانج، وبعديه حمدي فتحي، وبعديه عمرو السوليه في مهاجمه الكوره. عشان كده لما بتلاقي ديانج موجود في الملعب بتلاقي الفرقه ما بتستحوذش عليك كتير. صحيح. بتلاقي واحد بيقطع وبيجري، دي واحد. اتنين، المسانده الدفاعيه بيعملها، المسانده الهجوميه بيعملها. الحاجه المهمه كمان في ديانج، بيزودك لاعب في التوازن ما بين الدفاع والهجوم. بمعنى لما بتلاقي النادي الاهلي بيهاجم بتبقى محتاج واحد عشان الكره الثانيه. ايوه. ديانج بيبقى اول واحد بيعملها، ولما النادي الاهلي بيدافع محتاج واحد عشان الكره الثانيه في الرد، هو ديانج اللي بيعملها. ولكن في الاخر صلاح محسن كمان انا بقول انه لازم ياخد اوقات اكتر من كده كتير. يمكن صلاح محسن هداف لعيب ومن اللعيبه الكبار قوي،
ويعني انا مش عايز كمان صلاح محسن يعني يروح للحته انه يبقى دايما احتياطي كفء وينزل، انت فاهمني يا كابتن؟ يعني انا محتاجه انه يلعب فترات طويله قوي ويلعب اوقات كبيره، ولكن في اخر الموضوع يعني انك احنا الحمد لله وصلنا وكل حاجه، بس لازم اعاده ترتيب بقى الفتره الجايه. في فتره راحه كويسه، اعاده صياغه لبعض اللاعبين، اعاده صياغه لبعض الاماكن جوه الملعب. ما فيش شك ان الحته البدنيه، حته الراحه لمجموعه وحته التزويد لمجموعه تانية، علشان في تفاوت لعيبه دوليه لعبت كتير ولعبت مباريات كتير قوي بتحس بيها باجهاد، ولعيبه تانية بتحس ان هي انفت. بس اللعيبه الدوليه راحه المنتخب، انا عارف راحه المنتخب، فرصه بقى انك انت تعمل التوازن ده، انك انت تعلي اللعيبه الاخرين، علشان خلي بالك انت رايح منتخب مصر رايح يلعب مباراتين صعبين مع ليبيا، منهم تاني مباراه على ارض ترتان، خلي بالك هيجي فيه اجهاد كبير من اللاعبين بدني وذهني، بدني وذهني. لا وحاجه تانية، انت عندك مباراه وديه كمان يوم 30 للمنتخب، فانت داخل على مباراه وديه، وبعدين مباراه انت بتلعب في تصفيات كاس العالم، وبعدين هتلعب المباراه الثالثه على ترتان في ليبيا. فخلي بالك ان لازم مستر موسيماني يعرف الامر ده كويس، لازم يعرف انه طول الوقت اللي جاي ده لازم شغل يشتغله كويس. اعاده صياغه اللعيبه مهم 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 للغايه الفتره اللي جايه دي، علشان يعمل اعداد مصغر لمجموعه اللاعبين الاخرين. صحيح يا كابتن. هي عندك اقوال تانية ولا نروح للكابتن؟ لا نروح للكابتن خلاص تعالى معانا وقت على فكره. روح للكابتن بلال. معانا وقت. بلال هي عادل طول ولا ايه؟ الساعه كام؟ لا لا الساعه 12 دقيقه. الف مبروك كابتن. اتكلم براحتك. شفنا على مدار الشوطين الساعه 11 الفوارق كبيره جدا بين الفريقين، ويمكن النتيجه زي ما قال الكابتن علاء لا تعبر عن سير المباراه. صحيح دي حقيقه. الاهلي النهارده اجاد بشكل كويس، يعني مبروك طبعا للاهلي. دايما مباراه الكاس بتبقى مباراه صعبه شويه بطبيعتها، يعني بطبيعه صح. الكاس مباراه بتبقى صعبه شويه، بيبقى عندك قلق، بيبقى عندك توتر، مش عايز تروح للاكسترا تايم، عندك باد اكسبيرينس من الماتش اللي فات انك رحت للاكسترا تايم وبعد كده ركلات ترجيح والمباراه انتهت مش لصالح النادي الاهلي، فبتبقى ليها معطيات مختلفه شويه عكس مباراه الدوري العام. صح. الكباتن اتكلموا عن ما يميز الاهلي النهارده او ما ميز الاهلي النهارده، ديانج في نص ملعب وقدراته البدنيه الفائقه جدا جدا، التحول السريع، الرقابه الجيده، راجل من اكتر الناس اللي قطعت الكوره النهارده في نص ملعب، الراجل الباس بتاعه النهارده بيعمل الكي باس، يعني النهارده بيعمل يعني تميز حتى كمان التحول السريع من الدفاع للهجوم. مظبوط. حاجه مختلفه تماما. صحيح. كواليتي مختلفه، انت عندك ثلاث لعيبه بكواليتي مختلفه، ثلاثه موجودين لازم يبقى فيهم لعيب بالشكل ده، اللعيب اللي بيعرف يعمل الضغط من قدام، من وده اتكلمنا عليها من بدايه اللقاء، قلنا من اهم الميزات اللي موجوده في أليو ديانج ان هو ما بيستناش في نص ملعب يلخصم، لا هو بيروح يضغط لقدام، ودي حاجه بتزود لعيبه النادي الاهلي وبتزود النادي الاهلي كمان في الحاله الدفاعيه، يعني ما تستناش انت بتدافع من ورا، لا انا بتحرك للمنطقه الاماميه، بتحرك لمنطقه الخصم وابتدي اعمل الضغط من قدام، فيبقى انا عندي اربع خمس لعيبه في الحته الاماميه دي، ما بديش فرصه غير ما بديش فرصه للخصم غير انه يلعب الكرات الطوليه اللي بتبقى سهله بالنسبه لدفاعات النادي الاهلي النهارده. امبي النهارده يعني فريق احنا خلينا سهل، خلينا اعدمنا قدراته الفنيه، يعني النهارده كان بيحاول ان هو يشتغل كرات، يعني يشتغل على الكاونتر اتاك، ما نجحش فيها غير يمكن في كوره او اتنين طول الماتش، خاصه الشوط الثاني. ابتدى يلاقي فيه مساحات الشوط الثاني يشتغل فيها، ولكن كلها مساحات بفضل أليو ديانج وبفضل التمركز الجيد الدفاع للنادي الاهلي النهارده، ما قدرش ان هو يستغل الشكل ده بشكل جيد جدا. صحيح. الثلاثي النهارده اللي انا يعني بقول ان هم قدموا مش اوراق اعتمادهم، قدموا شكل جيد النهارده، احمد عبد القادر قدم مباراه جيده كبدايه مع النادي الاهلي، لعيب متحرك، لعيب عنده جراه، لعيب عنده امكانيات فنيه وقدرات فرديه يفتقدها بعض لعيب النادي الاهلي، انت في وقت من الاوقات بتحتاج القدرات الفرديه. صح. مش اللعب الجماعي، احيانا الكره الجماعيه ما بتديش كل الحلول احيانا. مزبوط. في بعض الاوقات خاصه مع الفرق اللي بتدي تكتلات بتحتاج لعيب عنده مهاره فرديه يقدر يصنع الفرق. احمد عبد القادر عنده الحته دي. صح. مع المباراه اعتقد هيتطور بشكل كويس. مزبوط. ميكسوني عنده الحته دي، يعني لعيب متحرك جدا، هو عايز يعمل كل الحاجات في الكوره
عشان ده اول او تاني ماتش مع النادي الاهلي وده وضع طبيعي، يعني بيتحرك في كل مكان ناحيه اليمين ناحيه الشمال تحت الفيرود، بيحاول ينزل في نص ملعب، بيحاول يبقى فائت من الاوقات بلاي ميكر، بيحاول يبقى طرف من الاطراف، ده وضع طبيعي في بداياته مع النادي الاهلي، وضع طبيعي. ممكن مع الاوقات يبتدي مستر موسيماني ان هو خلاص يقنن اداؤه او بالظبط او يعني يوجهه على طريقه لعب اللي محتاجها النادي الاهلي، ولكن بدايه جيده جدا، بدايه جيده. لعيب يعني بيظهر قدامنا ان في لعيب عنده قدرات وعنده امكانيات، مهاراته عاليه، لعيب سريع، لعيب خفيف، عنده فيجن في الملعب. النهارده بس ينقصه في بعض الاشياء، يعني الربط مع زمايله، امتى يستنى ناحيه الشمال، امتى يروح ناحيه اليمين، امتى يلعب في القلب، ولكنه لعيب جيد ولعيب مبشر. صلاح محسن النهارده واضح من وهو نازل انه عنده روح عاليه، عايز يعمل حاجه. برافو عليك. يعني تمام، بيمسك الكوره، عنده جرأه، عنده سبرنت عالي جدا، لعيب كويس، هو امكانياته وقدراته جيده. النهارده سجل هدف رائع جدا من كوره فيها خبرات عاليه جدا من مجدي قفشه، وده الكلام اللي احنا قلنا عليه، قلنا انك محتاج في بعض الاوقات انك تربط مع اللعيب اللي موجود معاك. النهارده اتلعبت من نكسوني لمجدي قفشه وان تاتش، اتلعبت لصلاح محسن حط جول سهل جدا جدا جدا، وده اللي اتكلمنا عليه كابتن ايمن قبل الماتش، قلنا عشان تضرب امبي لازم هتضربها من بين الاثنين السنتر باكس، والنهارده حصل ان الكره اللي سجلت هدف اتلعبت ما بين الاثنين المساكين، اتحطت جول بسهوله جدا جدا. مزبوط. الاهلي مجملا كان اداؤه افضل بكتير، لو كنا سجلنا هدف في بدايه الشوط الاول اعتقد كانت المباراه راحت لنتيجه ثانيه مختلفه عن كده، ولكن مجملا الاداء جيد للاعيبه النادي الاهلي. البدايات دايما بنقول بتبقى فيها مشاكل وفيها صعوبات وفيها حاجات كتيره جدا، يعني صعبه جدا على اللعيبه، ولكن الاهم في مباراه الكاس انك تعدي وانك تروح للمباراه اللي بعديها، وعندنا وقت، ومستر موسيماني عنده وقت انه يقدر يصلح ويشتغل مع اللعيبه في النواقص اللي موجوده. صحيح. كابتن شريف، نخش بقى على الاداء الفني. شفت الماتش ازاي؟ الشوط الاول والشوط الثاني. داخل الماتش اصلا يا ايمن وانا عندي ضغوط نفسيه على الجهاز الفني وعلى اللعيبه. ده احنا فكنا وبعدين ايه، في اثنين اربع تغييرات في التيم واحنا بنتفرج، فكنا بنتمنى التوفيق للتغييرات دي وللرؤيه دي ان هي تترجم، بس اساس الترجمه دي فوز. صحيح. النهارده كاس، يعني ده لا بطوله دوري ولا هنتعادل او مفيش، ما عندناش، هو ده الماتش، ده الوحيد اللي هنلعبه النهارده. مظبوط. فاللعيبه كانت في اول المباراه حسيت في روح. صح. على قد الامكانيات اللي موجوده وكل لعيب بيقدر يدي امكانياته، كان في روح وكان في تحركات، وانا كنت خايف على احمد عبد القادر النهارده انه ما يقدرش يندمج مع الفريق، في خاصه في الضغط النفسي اللي موجود على الفريق كله. انما الراجل اللي عنده كوره وعنده واحد ضد واحد وعنده ثقه، عنده جرأه، عنده شخصيه، وأكرم عنده اتخاذ قرار، واكرم ساعده شويه في اول الهاف تايم، ابتدى يبقى قريب منه شويه. وعنده يخش جوه، وكهربا عمل حاله تحرر، كان انا علاء قال لك الفرقه مش عارفين مين بيلعب هاف رايت ومين بيلعب هاف ليفت، كان في مركزيه، كان في لا مركزيه، عملت استحواذ مساعد جدا في نص الملعب، لكن شكل كل كره بتترد النادي الاهلي هو اللي بياخدها. صحيح. فالشكل ده حسيت انا بس ان كل كوره بنيجي لحد دلوقتي عشان نخلص الكرات العرضيه بتاعت معلول او من ناحيه اليمين، او في حد ناقص دايما بيبقى على الزاويه القريبه. يعني بحس ان اللعيبه واقفه ورا لعيبه انبي مستنيه ان الكره لازم تبقى عاليه وتعدي ناحيتي، وانا اقابل زي كره الطايره كده سماتش بالراس ان انا اجيب جول. فضلت المنطقه دي فيها حته فاضيه برضو بالنسبه لي، مش بس ان انا عايز احنا نبقى عندنا اثنين هنا، لا، انا عايز يبقى في رغبه من اللعيبه اللي جايه من الخلف. أيوة. بسرعه، ان هم كل واحد عنده يعني الحميه بتاعت ان انا اجيب جول. صحيح. هي دي الحته اللي احنا محتاجينها، وكنا النهارده كويس قوي، حاولوا ينفذوها ولكن التنفيذ ما كانش على قد الهدف. وكانت قريبه جدا، وكل الاجوال يمكن هنشوف احنا في الهايلايت الكرات اللي هي جات لي دي هتلاقيها في خط السته. أيوة. من احمد ابراهيم لعبد القادر، احمد عبد القادر لقفشه، لمحمد شريف، وحاجات غريبه جدا، يعني يا دوبك بس تصلح الكره بدماغك جوه الجون، في نص الجون، قفشه نفس القصه، حطها في وسط الجون هتلاقيها جون. خلي بالك سرعه الاداء من احمد عبد القادر، خلي بالك ده اللي حسسنا بقلق في بعض اوقات المباراه، بنقول بقى هي مش يعني هي قافله معاهم ليه. أيوه. وكده انما وانت قاعد مع وجود نص ملعب النهارده الميز باص قليل جدا بتاع النادي الاهلي، مش حاسس ان انت في خطوره عليك قوي.
مش حاسس ان انت بره الجيم، لا انت في كل كوره تقدر تجيب جول، مزبوط. في كل محاوله تقدر تجيب جول، في كل انتشار وكل، وشاف اللعيبه حابه انها تشوف بعض، حابه انها تنقل كوره. كان الاستوديو كلنا هنا قبل كده نقول مش عيب ان احنا نكسب 1-0، فاكر يعني كنا بنلعب ماتشات كتير قوي وراح مننا الدوري فيها كسبانين 1-0 وعايزين نجيب التاني ففاتحين الخطوط، صح. تلاقي الديفنس بتاعنا في حته ونص الملعب في حته تانية عند الفراوده والدنيا مفتوحه خالص، ممكن اي حد ياذينا، وده حصل فينا، صح. في الدوري النهارده كان في تفكير، كان في ايقاع، كان في ناس واقفه على الخط بره بتتكلم وبتوجه، كان في سرعات، يعني في لعيبه تمتاز بسرعات كتير قوي في الفرقه دلوقتي، في لعيبه عندها امكانيات ان هي تخش تهدف، او زي حسام حسن مثلا، يعني انا حسام حسن ده انا لازم اشوفه قد كده 10 مرات 10 مرات يعني، انما هو من التركيبه، شايفه انا من التركيب اللي هو صياد، يعني عايز يبقى هانتر كده في وسط بتاع الكره تجيله في امكانياته، انما هينفذها كويس، يعني في كره بس لو كانت داخله لجوه شويه ولفها اهو حطها، لو كانت مساعداها في الزاويه كان ممكن تبقى هدف، وهدف فعنده الملكه ان هو يقدر يشوط، يقدر ياخد اماكن، يقدر. وبرده بصمم لو محمد شريف ابتدى ناحيه الشمال والراجل ده لعب سنتر فيرود، الحتتين دول ممكن في اختراقات منهم، وفي احمد عبد القادر دلوقتي موجود، في مكسيوني موجود، في ناس عندها حركه دلوقتي كتير قوي فريش، بنقول دول ناس فريش نازلين بيساعدوا وبيزودوا الملعب سرعه مع لعيبه تانية. فلازم مستر موسيماني على قد الشوط الاولاني اللي انا شفته والشوط الثاني ده، لازم يطمع بقى في جميع الامكانيات اللي تقدر تخلي له شكل السيطره، صحيح. وانا هروح العب فرقه زي بيراميدز مثلا، عوامل القوه فين في بيراميدز؟ لازم تواكب عندي اللعيبه اللي هي تقدر توقف الخطوط دي كلها، السرعات عندي فين اللي هي تقدر تخترق وتروح تجيب جول، ونفس زي ما قال بلال وعلاء وعادل وانت، ان دايما السنتر باكس في الفرق اللي احنا بنلعبهم هم عندهم نقطه ضعف، الباب الملكي العبور المحيط بالنسبه لنا احنا، يعني نقدر نكسب في اي وقت من الحتت دي. فبلال قالك في وقت، عندنا بلال وقت، عندنا وقت نذاكر ونشوف ونطمع لنفسنا وندخل اللعيبه كمان نفسيا وفورمه بدنيا، الناس اللي هي بتاعه الاحمال والناس اللي موجوده عندنا، عندنا من احسن الناس موجوده انها تقدر توصل لك اللعيبه دي كلها، بس عايزه تركيز شويه من اللعيبه نفسهم كمان، المعسكر اللي احنا بنتكلم عنه النفسي اللي بيني وبين نفسي. أيوة. عندي فتره لازم ارجع ثقه الجماهير فيا، لازم ارجع ثقه في نفسي انا كمان، صحيح. لازم اقول انا عندي اكتر من كده كتير قوي، بالشكل اللي انا شفت المباراه ازاي معقوله، مباراه بالنسبه لنا تمام، بس كان في عناصر هي اللي خلتني يبقى شكلي كده، فمش عايز العناصر دي بعد كده ما الاقيهاش يعني. ما هو ده اللي هتكلم فيه بقى مع الكابتن علاء. كابتن علاء، يمكن الكابتن شريف اتكلم على التغير اللي حدث من المباراه اللي فاتت لمباراه النهارده، هل بنختصرها في وجود عدد معين من لاعبين، او مثلا البدء باليو ديانج وجود احمد عبد القادر وجود بعض الصفقات ديت، هل كانت هي اللي عملت التغيير دوت من بدايه المباراه النهارده؟ ويا ريت تجيبوا لنا ارقام ديانج لو موجوده عندنا. لا مش هي دي لوحدها، بس هي عامل مساعد على فكره، عامل مساعد، عامل مساعد وعامل مساعد كبير جدا. طب ايه العامل الاساسي؟ العامل الاساسي ان انت عايز يعني تطلع من خساره السوبر، عشان كده هو يعني مستر موسيماني عمل حاجه كويسه جدا، يعني الدوافع عند اللعيبه موجوده، ما ينفعش اخسر السوبر ويحصل حاجه النهارده، دي لوحدها جوه كل اللعيبه، دي حاجه فينا احنا. عايز بص كابتن دي ارقام ديانج، كابتن عادل، كابتن بلال، كابتن شيب، بص التمريرات الصحيحه 56 من 60، نسبة التمريرات بتاعتها. الجو النبي لو عرفت تجيب لنا جيريا دي كام كيلو النهارده؟ بس دي متهيألي يعني كابتن بلال تفتكر ممكن يكون جيريا قد ايه النهارده مثلا؟ فوق ال 10 كيلو 12 كيلو مثلا؟ اكيد مؤكد 12 لا بالإض... 12 فوق كيلو؟ يعني لا 12 10 ما بين 10 ل 11. مفيش حد في الدوري المصري بيجيب 12، اقصى حاجه في الدوري المصري. ما هو ده مش في الدوري المصري 9 ده بيلعب لوحده عشان اداء اللعب. لا دي مش هزار، عشان اداء اللعب. بص يا كابتن، بالاضافه للجري اللونج سبرنتس والشورت سبرنتس اللي عملها النهارده، دي حاجه مختلفه تماما، يعني حتى كمان مش في الاداء الوظيفي بتاعه كمان، يعني حاجه مختلفه شويه عن كواليتي عاليه. بالظبط، كواليتي عاليه جدا. النهارده بيعمل كام النهارده؟ كام النهارده عمل سبرنت طويل النهارده في الملعب؟ ما يقدرش ليه 12 كيلو يا كابتن بلال؟ عشان رتم اللعب، رتم الدوري، صحيح. رتم الدوري، بس خد بالك هو النهارده ديانج هو اللي غير لك الريتم بتاعك عن الماتش اللي فات. انا بكلمك على النهارده لما الكوره المصريه كده، اتفضل رتم الكوره المصريه كده. كابتن علاء بعض انت عايز يقول حاجه بس مكسوف.
هو كان بيتكلم هو اللي كان بيتكلم على دياب. بص يا كابتن بيتكلم ان هي كانت عامل مساعد. بص اللعيب بيلعب فين يا كابتن؟ اديني الاقصاك دي الانطلاقه اللي من خلف الامام دي والجري ده اللي كان دايما ناقصك. عشان كده هو فرق معاك اول النهارده ديانج في نص ملعبك. بص يعني الزقه دي ودي بص بيقطع مسافه قد ايه وكام لعيب بيعدي منهم. انت محتاج دي دايما، محتاج حد في نص الملعب، واحد دفاعين كويس قوي وعندك واحد بيعمل الفرق. بص بيعمل الفرق ده مكسوري ده بيعمل. بص هو في الوقت بيعمل الفرق في الحته الهجوميه. مظبوط. ما هو اي لعيب في الدنيا ايمن حتى لو ايه هيعرف يستلم ويسلم، انما صح. ليه دايما لعيب نص الملعب اللي هو بياخد الانظار ليه؟ بص هو ده، بص راح فين، بص كمل يا يعني عادي جدا، بص وكمل الهجمه وما بياخدش الكره بسهوله. يعني واحد غيره بعد الباص في نص الملعب انا هقف، هبقى زيه زي كل الناس. هو ليه ديانج مميز؟ عشان الحته دي ان هو دايما دفاعيا عامل لك، دفاعيا عامل لك فيه في نص الملعب في واحد موجود دفاعيا كويس جدا، صعب جدا حد يخترق نص الملعب. كمان هو بص يعني ديانج النهارده تقريبا اتحرك في كل الملعب، في الملعب في كل الملعب. يعني بص على الاطراف بيستلم وبيكمل وبعدين عمل حاجه حلوه كان بيتكلم عليها مش عارف بلال او كابتن شريف، حته تمرير ده صح. دي زياده، دي كمان صح. جديده على ديانج تمرير ده اللي هو الطويل الطولي ده في مكان فاضي، زياده على ديانج. يعني بص كل بص ده ميكسوني ده بص هو فين دلوقتي؟ هو في نص الملعب وبيظهر يعني لك يا كابتن. بيظهر لك ليه هو في نص الملعب؟ لان عمرو السوليه هنا صح. بص يا بص هو هنا بص مظبوط، وشوط كويس الوحيد اللي شاط النهارده فيها حاجه و80. هو ليه وقف الوقفه دي؟ لان هو بكده بنظره سريعه قوي عمرو السوليه كان مكمل، فما ينفعش اتنين يكملوا في نص الملعب فاضي. فكره برضو خلي بالك طبعا. هو بص يا ايمن اصل هي مش لعيب الكوره مش اله، لعيب الكوره عشان كده هو لعيب الكوره المميز اللي هو دايما دماغه شغاله طول طول ال 90 دقيقه معاه كوره معهوش الكوره. هو بص هو موجود دايما، هو موجود دايما تحت الكوره، هو موجود بص كل اتفضل كل 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 بس دي يا دوب وليد لحقها بالعافيه يعني هجمه خطر جدا تبقى جونه لكن هو ورا. وبص يا ايمن غالبا النهارده كل هجماتك وراها ديانج اللي ليك، وكل الكور اتقطعت غلط في نص الملعب وراها ديانج صح. فالنهارده لا هو عامل لك تول في نص الملعب. بص لا ممكن ترجعوا لنا الكوره دي يعني لو سمحتوا. بص هو شوف هو كان فين الاول، بص كان عليه كان فين ما انا بقول لك. يعني هو اولا مش لازم هو اللي بص يعني هو وعمرو كانوا في حته واحده. بص 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 هو راح الطريق الاقصر. يعني عمرو طبعا عمرو السلام عمل حاجه حلوه قوي كمان راح مكان اكرم. يعني بص عمرو هيروح على فين؟ ده طبعا يعني التفاهم. بص عمرو راح فين؟ عمرو عند اكرم. ده راح على اقصر طريق اللي معاه الكوره عشان كده قطع الكوره. يعني الاثنين عملوا تغطيه ممتازه، اذا كان سوليا وديانج، واحد راح غطى اكرم وديانج بذكاء راح قاطع بسرعه على اقرب طريق للجون قطع الكورة. صحيح. عشان كده هو دايما نص الملعب حتة الاختلاف ده هو بيديك الأفضلية. النهارده مفيش أي هجمة خطرة على النادي الأهلي. مش عشان إنبي مش عندوش مخالب هجومية وكده، لا أنت النهارده في نص الملعب اتنين مكملين بعض. النص الملعب دايما في واحد أو اتنين. يانج عامل لك حالة ممتازة في نص الملعب، ما عندكش مشاكل كتير قوي. التمرير نوعا ما الشوط الثاني كان أحسن من الأول، اللي هو الأول كان فيه تمرير خطأ. لكن الشوط الثاني ابتديت لا خلاص هو ده شكل لعبك. مظبوط. انت مسيطر على نص الملعب. مظبوط يا كابتن. امبي ما عملش عليك هجمه منظمه. مظبوط. خالص، لان انت مسيطر كويس قوي على نص ملعبهم، ما فيش مساحات كتير قوي سايبها النهارده. لا النهارده في مكاسب كتير جدا. المكسب طبعا كان احسن من كده بكتير. هو دي مش احسن حاجه للنادي الاهلي، عشان بس الناس ما تفتكرش ان احنا النهارده في احسن، لا خالص مش احسن حاله، لكن هي حاله مختلفه عن المباراه اللي فاتت. حلو اتفضل. بس قلت لي ان الوجوه الجديده اكيد ساعدت واشراك ديانج ساعد طبعا، بس ايه العمل ايه العامل الاساسي اللي غير الشكل من الماتش اللي فات للماتش ده بالشكل ده؟ ان انت ما ينفعش تعمل ماتشين ورا بعض وانت خسران بطوله. لان في حاجه حصلت، في كلام حصل، روح في كلام حصل، في تقريبا كلام على اخطاء. بص يا ايمن لو عملت مقارنه سريعه بالمباراه دي والمباراه السابقه كل اللي كنا بنتكلم فيه النهارده مديك الامتيازيه في نص الملعب كان عكس المباراه اللي فاتت. بطء، تمرير غلط، تحرك من غير الكوره بطيء جدا، بتطلع بالكوره بطيئه، شراسه، مفيش شراسه هجوميه، عايز تكسب المباراه مش موجود. النهارده لا، النهارده مختلف في كل حاجه، الى جانب النهارده العناصر الجديده دفع بيها مستر موسيماني. حتى لو ما كانتش في احسن حالاتها لكن مديها روح جديده، روح في ان انت عايز
تثبت نفسك، ودي حاله مهمه جدا جدا، وروح جديده ان انت ما ينفعش اخسر المباراه اللي فاتت والنهارده يحصل حاجه. فهي كلها عوامل، والمدير الفني الذكي اللي هو استعمل كل العناصر اللي عندك، عناصر كلعيبه، عناصر عايز تحبس اللعيبه دي، عناصر انها تدي فرص. بوصل لي السؤال ايه ليه؟ طيب خلاص كنت هساله الكابتن عادل. اساله عادل خلاص خلاص. يلا عادل اسال عادل اسئله خفيفه. اسال عادل اسال عادل خلاص كابتن عادل. يلا عادل كل الاستاذ قوي كابتن كابتن علاء اسالك سؤال هترد على كل اللي. لا لا بالعكس الكابتن عادل ليه رؤيه فنيه. لا يعني لا رؤيه فنيه كويسه النهارده يعني. لا ليه رؤيه فنيه كويسه زي ما قال الكابتن علاء دعمك دايما. اتفضل. قال لك ان المدير الفني قدر النهارده يستغل المميزات اللي عنده اللعيبه اللي عنده وقدر يستغل الاخطاء فريق انبي، ويمكن زي ما الكابتن علاء وكابتن بلال وكابتن شريف النتيجه لا تعبر عن سن المباراه. فعشان كده هل قدر اللي فات كلها ولا باستثناء المكسب يعني كان في برضو اخطاء ولكن دار عليها المكسب؟ لا شوف، هو اول حاجه ديانج لما يلعب يبقى ادركنا حته. هو ده قصدك قصدك ان ده خطا؟ لا طبعا حل يعني من حلول انت يعني انت ديانج انت ديانج. الكابتن علاء والناس كلها اتكلمت عليه ان هو غير من الشكل. اداء النادي الاهلي وغير من شكله مش واحنا قلنا كده احنا كلنا موافقين متفقين على كده. في صعوبه لفرقه ام برغم ان هي فرقه كويسه صح. في صعوبه ان هي تروح على الجون عندك، يبقى في حاجه اتغيرت على المباراه اللي فاتت صح تمام. يبقى ديانج كان من اول الحاجات الايجابيه اللي غيرت المباراه اللي فاتت دي، رقم واحد. رقم اتنين والمهم، انت بتتكلم على المفترض انك انت لو جبت 3 4 تجوان النهارده هتقول الاداء كان مميز. المباراه اللي فاتت على فكره الشوط الاولاني 3 اجوان، لو كنت جبت الثلاث اجوان ما كانش في كلام برضو. الاهداف بتغير حته تقييمك للمباراه دي حقيقة. لا ويمكن كمان لو انت كنت جبت الاهداف دي كان اسلوب اللعب هيختلف الشوط الثاني. ما هي من المنافس. بص يا كابتن، المشكله ان المنافس دائما بيلعب عليك. قدام النادي الاهلي البلان بيع ما عندوش طول ما انت مخليه في اول فكره ليه اللي هي الدفاع، وبعدين يلعبك على المرتده هو بيبقى ناجح معاك. اول ما بتجيب هدف هو بيفتح الملعب، ممكن تجيب جون وتجيب الثاني وتجيب الثالث. فهنا المهم ان الاستفاده من الاهداف في البدايه. احنا دايما بنقول المباراه بتتفتح لما بلغه الكره لما بنجيب هدف في الاولاني صح؟ مظبوط. فرق كتيره قوي اول ما بتلاقي، ويمكن دي احصائيه عالميه اللي انا بقوله لك، انك اي فرقه بيدخل فيها جون في اول 5 دقايق في احتماليه ما بين 60-70% انه يتغلب اكتر من هدف. مظبوط. ده في العالم كله، وخصوصا لو في فروقات بينك وبينه. اكيد وبالذات لما تكون انت من الفرق الكبيره، يمكن لما تبقى من الفرق الكبيره. النهارده في مكسب انا من وجهه نظري عالي جدا. عبد القادر برضو احمد عبد القادر. بص يا كابتن معلش برضو ايوه ثبت لنا الصوره دي. بص يا كابتن دي هجمه للنادي الاهلي. تمام كويس اوكي. اعتقد ان انت واقف صح. بص يا كابتن انت واقف صح وفرقه وفرقتين واقفه غلط. مظبوط. وعاده دي الكره الموجوده في مصر دائما في حته الكور العرضيه الجانبيه. هتلاقي كل اللعيبه بيبصوا على الكوره، مهاجمين ومدافعين. بس هنا في الكوره دي او في اللعبه دي يا كابتن كان في تمركز هجومي جيد من لعيبه النادي الاهلي. وفي بص يعني في حته الدفاع الحته الناس اللي ورا 3 على 3 دي حاجه خطر جدا. يمكن ما فيش سبورت في الهجمه يعني. بص تلاقي هنا في 3 1 2 3 4 وبص تلاقي في الحته الدفاعيه في 3 على 3 يعني لو في كوره اتعملت ما بين الثلاثه دول يبقى في فرصه للمهاجم اعلى. بس هسالك سؤال بس، المنظر ده كنا مفتقدينه المباراه اللي فاتت علشان يعني الزياده العدديه. في زياده. برافو عليك. انت بتتكلم على الزياده العدديه في النادي الاهلي اللي هو بيدخل الناحيه العكسيه. أيوة. وقفشه كمان. أيوة. بيروح بالزبط. وعنده عاوز يروح. وكهربا النهارده على فكره اتحرك كويس، كان متحرك. مظبوط. وكان متحرك يعني. مزبوط. انت عندك حاجات كده. عبد القادر النهارده مباراه اولى، يمكن احنا واحنا بنتفرج قلنا عليه حاجه مهمه، وقلنا احسن من بدايات ناس كتير صح. في بدايتهم. لا انا بقول لك حاجه ثانيه، هينفعك لعيب كويس قوي، عنده سرعه، عنده مهاره كويسه. عنده تسديد كويس وهداف، وهيبقى حاجه كويسه. واتفضل. ايه ده خلصت؟ خلصت. طيب معقول؟ خلاص لسه هنام. خلاص لا 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 خلاص مش هديكوا اكتر من كده. لا 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 لانكم لزاز النهارده. لا على فكره اللزازه دي على فكره انا بستمتع ب يعني تحليلك الفني والله بكلم جد.
الحمد لله. لكن بس انا عايز اقول لك كلمه دي دائما احنا بنعملها. يعني يمكن احنا بنكلم الجمهور، احنا عايزين نفهمه ايه اللي بيحصل، ودائما بنتكلم الكلام اللي هو بيبقى يعني يناسبهم، او بنوضح امور عشان احنا قناه النادي الاهلي. لكن في وقت من الاوقات برضو احنا في نقد من لذاتنا، يعني علشان طبعاً عادي. الحته بتاعت ان يبقى في مصداقيه بس مش عادي. كابتن بلال، ايه رايك في الاداء الهجومي النهارده للنادي الاهلي؟ هل التغييرات اللي قدام هي السبب؟ تكلم الاداء الهجومي بشكل عام ولا اداء المهاجمين بتوع النادي الاهلي؟ المهاجمين طبعا. تمام، تكلم عن المهاجمين. بص، انا في احساس كده ان شريف، خلي بالك انا ما بعملش مقارنه، انا فاهم طبعا. في احساس ان شريف يعني ستريسد شويه، يعني تمام ممكن يكون مضغوط شويه، خد بالك. تفتكر انت مثلا كفورورد زيه كراس حربه، يعني ايه اسباب الضغوط دي؟ اقول لك، انت النهارده النادي الاهلي انت جبت حسام حسن كلاعب فيرويد، وده وضع طبيعي جدا لاي نادي بينافس على بطولات ان يكون عنده اكتر من بديل. السنه الموسم اللي فات شريف بيلعب يعني لعب كل الاوقات، مروان محسن على بعض الفترات القليله جدا 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 جدا، بواليا خد فرصه ما وفقش مع النادي الاهلي. فانت طبعا بطبيعه الحال انت بتدور على فيرويد يكون موجود، لان انت ماتشات زي ماتشات النهارده كده بيستصعب الامر عليك، الامر بتبقى كناحيه هدفيه، فانت عايز يبقى عندك اكتر من بديل يبقى موفق وعنده امكانيات وقدرات عاليه جدا. فطبيعي جدا انك يبقى عندك اكتر من بديل او اكتر من لعيب ممكن في وقت من الاوقات تعتمد عليه، او في بعض من الاوقات برضو تعتمد عليه، حتى لو مش بشكل اساسي يبقى كلعيب بديل بالنسبه لك. يعني خاصه ان شريف لما اتعور في الدوري بالظبط، كان عندك مشكله صح السنه اللي فاتت، كان عندك مشكله، يعني كان عندنا مشكله البديل فين يعني، انما حسام حسن ده هيجرنا لحاجه بعد كده. بس خلي الجاهزيه ما كانتش موجوده للبدلاء الموسم ده، والتنين مش موافقين زي ما انت قلت بالظبط. فالنهارده حسام حسن احنا مش عايزين شريف يبقى يعني بيفكر كتير، انا لو ضيعت هيحصل ايه، انا لو ما جبتش هيحصل ايه، لان واضح ان شريف من الشخصيات اللي بتفكر كتير، بتفكر قبل الماتش، فده بينعكس عليه على قراراته داخل الماتش. هو تحركاته جيده، لكن قراراته النهارده والمباراه اللي فاتت فيها بعض من التوتر شويه. يعني انا يعني احساسي كفيرود النهارده، لا شريف في الكره في بعض الكرات اللي بتتلعب كان بيروح على الزاويه القريبه في التوقيت المظبوط، الاختيار كان سليم بالنسبه له، كان يعني بيرفكت. يعني النهارده لا، الاختيارات بالنسبه له مش مظبوطه، القرارات مش صح. اللي عايز يشوطها ما بيشوطهاش، اللي عايز يبصيها ما بتتبصاش، اللي يتحط مباشره بالظبط، يتحط وان تاتش لا بيوقفها، اللي عايز تقف يعني. لكنه متحرك بشكل طبعا جيد، ما فقدش السبيريت بتاعته، يعني لعيب برضو عنده امكانيات وعنده قدرات عاليه جدا. كمان النهارده امبي ما ساعدش شريف انه يشتغل بالشكل اللي هو عايزه. يعني لو تفتكر مباراه امبي بص دي كابتن هجمه لشريف زي ما انت بتقول كده، القرار اللي اتاخد بالظبط دي تتباص سهل تتباص، لانه مزبوط. كمان مش الوضع البوزيشن بتاعه مش جيد للتصويب، الناحيه الثانيه فاضي. ممكن تكون الرؤيه يا كابتن بالنسبه له ما شافش كهربا. خد بالك احيانا من انت عايز كفرد انك تسجل هدف تمام، وبتسعى للكلام ده جيدا، خاصه لما يكون انا هداف الدوري السنه اللي فاتت صح، وعملت سيزون من افضل المباريات بالنسبه لي. يعني انت بص على دي، استلام اولا استلام غير جيد بالنسبه له، خلاص استلمت غير جيد، يبقى الثانيه بقى الستيب 2 بعد كده ان انا ابص اباصي اتعدل تمام. بس هو واخد القرار، هو خلاص عايز هو عايز يجيب جول، هو عايز يسجل هدف النهارده، عايز الماتش اللي فات ما سجلش هدف، خرجنا من الكاس، النهارده بيلعب عنده ضغوط عايز يسجل هدف، في لعيب بره قاعد على دكه البدلاء، هل ممكن لو نزل يوفق؟ دي كلها حاجات بيفكر فيها الفيرود. كل اللي بنكلم شريف عليه انك لازم ترجع للهدوء، الهدوء اللي انت كنت فيه السنه اللي فاتت هو اللي صنع محمد شريف، هو اللي خلاه هداف دوري عام السنه اللي فاتت، هو اللي خلاه يستغل كل الفرص اللي اتيحت ليه او معظم الفرص اللي اتيحت ليه السنه اللي فاتت، هو اللي خلاه انه ازاي يلعب بيمينه ويحطه بشماله، القرارات بتاعته كانت سليمه 100%. النهارده لازم شريف يرجع يهدى تمام، يرجع لوضعه الطبيعي لريتمه. ممكن النهارده يكون برده الماتش ما ساعدوش شويه، لان امبي النهارده مش مدياله مساحه، وهو لعيب بيتميز في المساحات الفاضيه، يعني بيعرف يشتغل كويس قوي لما يكون عنده مساحات، بيعرف يتحرك بشكل جيد جدا جدا جدا. ومن اللعيب المميزه جدا جدا في التحرك القطري او التحرك الطولي محمد شريف، ممكن ما يكونش مميز في العرضيات، لانه برده النهارده جات له واحده ما قدرش يستغلها بشكل كويس، اللي اتلعبت لعيبه بدماغه وحطها في الزاويه القريبه، وكان المفترض تروح في الزاويه البعيده.
فعايز اقول ان اداء شريف النهارده كان يفقد التركيز والقرار مش اكتر من كده، لكن بيجري كويس، بيتحرك كويس. يعني هو لعيب جيد، يعني لعيب امكانياته جيده. حسام حسن ما ظهرش بالشكل الجيد، يمكن برده ما اتيح لم تتاح لي بعض الفرص حسام حسن، يمكن هم دول الاثنين الفراوده اللي كانوا موجودين. لكن النهارده في الشوط الثاني اداء لعيبه النادي الاهلي كهجوميا اداء جيد. صحيح. اداء جيد، بتروح على الجول بشكل كويس، عندك سرعه في في في, في الانطلاق، عندك سرعه في 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 التحول، بتتحول بسرعه من الدفاع للهجوم. الكباتن اتكلموا على امكانيات اللعيبه بتاعه نص الملعب، وكانت امكانيات جيده. اللعيبه النهارده اللي نزلوا النهارده كانوا لعيبه مؤثره بشكل جيد جدا جدا. كنا المباراه اللي فاتت زي ما قلنا ان مستر موسيماني اخطا في التغييرات، النهارده اجاد مستر موسيماني في التغييرات، ودي حاجه تحسب للمدير الفني. صحيح. كابتن علي يمكن قال حاجه مهمه جدا جدا قبل الماتش، قالها سريعا كده، قال لك المباراه اللي فاتت اضطرت موسيماني انه يغير الماتش ده. صح. وكان تغيير ايجابي مش سلبي. مزبوط. حتى في التشكيل الاساسي وكمان التغييرات اللي بعد الماتش، نزل ميكسوني ادى بشكل كويس، كهربا النهارده كان بيأدي بشكل كويس، بس ميكسوني ادى بشكل رائع النهارده. هنتكلم افضل عليها من الماتش اللي فات، هنتكلم عليها التغييرات ان شاء الله. صلاح محسن النهارده سجل هدف وادى بشكل كويس. صحيح. جدا. حتى وليد سليمان النهارده يمكن يعني صنعه واحده كانت ممكن يعني تترجم لهدف. عايز اقول برده موسيماني النهارده يمكن اجاد الشوط الثاني واجاد بتغييراته. طيب تعالوا نروح لزميلنا فاروق صلاح ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. اتفضل يا فاروق. من جديد كل التحيه ليك يا كابتن ايمن وضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق انبي في مباراه دور 16 لكاس مصر وصعود النادي الاهلي لدور الثمانيه، سعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء المدرب العام للنادي الاهلي كابتن سامي قمصان. كابتن سامي، مباراه صعبه في ظروف صعبه جدا، لكن مهم جدا ان انا في التوقيتات ده وفي الظروف دي ان انا اللعيبه تكون واقفه على رجلها في الملعب، ان انا اقدر احقق الفوز، خاصه ان مباراه الكاس مباراه دايما لازم تنتهي بمكسب، مباراه اقصائيه. مبروك النهارده على الفوز ومبروك الصعود لدور الثمانيه. طبعا في الاول تحياتي كابتن ايمن وكابتن شريف وكابتن علاء وكابتن عادل وكابتن بلال. زي ما انت قلت مهم جدا، يعني خصوصا بعد الاخفاق الاخير دوت، يعني المباراه كانت مهمه بالنسبه لنا جدا، كان في ضغط عصبي كبير جدا على اللعيبه وعلينا احنا، لكن الحمد لله اعتقد شخصيه لعيبه النادي الاهلي الحمد لله قويه وتقدر تتغلب على المواقف الصعبه اللي بتحصل. يعني النهارده الحمد لله شفت الحمد لله اعتقد اداء كويس وريتم كويس وتصميم ان انت تكسب. يمكن برضو الفرص اللي كانت بتضيع ديت يعني اكيد طبعا كباتن الكبار اتكلموا فيها ان الشد العصبي جدا بيأثر طبيعي على الاداء خصوصا في الفينشنج يعني. فاعتقد الحمد لله برضو زي ما بقول وبكرر مباراة كانت مهمة جدا بالنسبة لنا ومهمة جدا بالنسبة للعيبة، استرداد الثقة تاني للعيبة ولينا والجمهور النادي الأهلي اللي أنا طبعا بعتذره طبعا يعني. لكن في الأول والآخر ده كورة، أنت أوقات كتيرة جدا بيبقى الحظ مش معاك يعني، وأوقات كتيرة جدا ربنا بيديلك وبيبقى فيه توفيق، فالله أعلم ربنا يعني عامل دي حاجات قدرية إحنا ما نقدرش نعمل فيها يعني. كان في تأثير طبيعي مننا ومن كجهاز ومننا كلعيبة ومن لعيبه، لكن في الاول والاخر انت مش هتقدر تاخد كل حاجه يعني. لكن الاهم ان انت ترجع تاني وتعدل مسارك تاني وتعدل اتجاهك تاني وتكون عندك ثقه في نفسك تاني. واعتقد الحمد لله ان اللعيبه النهارده بشكرهم طبعا على الجهد اللي عملوه دوت والضغوط العصبيه اللي هم بيلعبوا تحتها، وان هم يحققوا مكسب مهم جدا خصوصا على الفرقه برضو عنيده جدا ومدرب عنده خبرات كبيره جدا في الدوري. فاعتقد الحمد لله يعني. كابتن سامي خليني احييك، بتعتذر للجمهور، بتعترف ان عندنا اخطاء عندنا تقصير، انت كواحد من ابناء النادي الاهلي مقدر هذا الامر واكيد مقدر زعل جمهور النادي الاهلي، رحت بينا النقطه في غايه الاهميه، اعتقد كلامك هيبقى كلام طالع من القلب بيلمس جمهور النادي الاهلي. هو اي حد بينتمي للنادي الاهلي وكيان النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي سواء كان بقى بيشتغل او بره النادي اكيد طبعا بيبقى حزين لاي بطوله النادي الاهلي بيفقدها. يعني النادي الاهلي طبعا متعود على البطولات، متعود على الانتصارات، متعود اللي هو يفرح جمهوره، ودي حاجه طبيعيه. لكن اعتقد برضو ان اللعيبه دي برضو عندها يعني اعتقد اللي هي برضو عملت عليها في اوقات كتيره جدا. يعني زي ما انا قلت لك ان في اوقات كتيره انت ربنا بيبقى ليه حكمه في حاجه انت احنا ما نعرفهاش يعني. يعني اعتقد حتى في ماتش يعني النهارده ماتش النادي الاهلي النهارده يعني اعتقد الماتش اللي فات يعني كان في يعني حاسس ان احنا كنا ممكن يكون مش افضل فنيا لكن احنا كنا افضل في المباراه نفسها. يعني اعتقد نادي الجيش نادي عمل مباراه دفاعيه كويسه لكن ما كانش احنا عندنا برضو الشراسه الكافيه يعني. لكن في الاول والاخر دي كوره يعني وارد جدا بتشوف فرق كبيره جدا بتخرج من خصوصا من المباراه
اللي بتبقى بتلعب على مباراه واحده سواء سوبر او مثلا نهائي معين سواء كاس او كده. السنه اللي فاتت بايرن بيخرج من كاس، ليفربول بيخرج من كاس، فرق كبيره جدا بتخرج من كاس. لكن احنا عشان يعني جمهور النادي الاهلي مش متعود على كده، وكان بطوله كانت في المتناول. يعني مش عاوزين يعني نبالغ، نقول ان احنا بلاعب بلاعب فرقه محترمه وفرقه كبيره، لكن في الاول والاخر النادي الاهلي كانت فرصه قبل مباراه كبيره جدا يعني. واحنا كان عندنا ثقه كبيره جدا في اللعيبه، نفس القصه اللي احنا نحقق ديت يعني. اولا هتتحسب لينا وتحسب لعيبه وتحسب النادي الاهلي، لكن في الاول والاخر يعني في حاجات غصب عنك، ما فيش حاجه، كل حاجه انت بتتمناها في الدنيا بتلاقيها يعني. فلكن في الاول والاخر احنا بنعمل علينا، والجهاز بيعمل عليه واللعيبه بيعمل عليه. ممكن تكون وجهات نظر الناس مختلفه عننا لانك انت مش عايش معانا يعني. انت الناس دايما بتتكلم في شكل الفرقه و... انا عايز اقطعك لان انا مبسوط انك قريب من نبض الجمهور وسامع تعليقات الجمهور، وانت عارف ان جمهور النادي الاهلي جمهور مختلف. نوعيه جمهور النادي الاهلي مختلف. انا عايز لو بلعب اي بطوله في العالم انا عايزها، فكويس جدا ان انتوا كجهاز فني لامسين نبض الجمهور. بص طبيعي، انا بقول لك اي حد بينتمي للنادي الاهلي عارف كده، وعارف المسؤوليه كبيره جدا علينا كجهاز، وعارف جمهور النادي الاهلي دايما متعاطش جدا للبطولات وللكؤوس، وازاي يبقى رقم واحد في مش في مصر بس، في افريقيا وفي العالم. واعتقد الحمد لله تاريخ النادي الاهلي كله الحمد لله يعني الاول في مصر وفي افريقيا، وان شاء الله عالميا ان شاء الله برضو يبقى نفس القصه يعني. فاللي انا بتكلم عليه وانت بتتكلم عليه، طبعا احنا طبعا حاسين طبعا بجمهور النادي الاهلي، واحنا يعني انا والله ربنا العالم يعني احنا من ساعه الماتش يعني لحد دلوقتي كلنا كجهاز يعني ده قبل ما اكون واحد مسؤول طبعا يعني، حاسس طبعا بكل جمهور وعارف غضبهم ومقدر غضبهم جدا ومقدر زعلهم جدا جدا يعني. هم عندهم حق، مليون حق يعني، لكن في الاول والاخر يعني انت هتعمل ايه؟ لازم تشتغل ولازم تعدي ولازم تشوف ايه الاخطاء اللي انت وقعت فيها عشان ما تتكررش تاني، ولازم تاخد خبرات بالمواقف اللي هي بتحصل لك ديت يعني. لان المثاليه في الكوره مش موجوده، مفيش مثاليه في الكوره موجوده. زي ما بقول اوقات كتيره جدا ناس بتنتقد الفرقه وشكل الفرقه والتغييرات وكذا كذا، لكن في حاجات كتيره جدا الناس ما بتبقاش عارفاها، في حاجات كتيره جدا بتبقى كواليس الناس مش عايشينها، في اوقات كتيره جدا بيبقى الناس شايفه حاجات يعني، او احنا بيبقى في حاجات عايشينها مش الناس مش شايفاها يعني. سواء في تمرين، سواء بيبقى في حاله مثلا طبيه، سواء بيبقى في حاله فيتنس، في حاله في لعيبه تقدر تكمل، في لعيبه بتبقى مثلا تقدر تلعب مع بعض بشكل كويس، في لعيبه تانية بتعمل ربط كويس مع بعض، في لعيبه ما بتديش ال 100% مع بعض. ففي حاجات كتيره جدا، لكن الاول والاخر انت لما بتثق طبعا في الفرقه، بتثق في الجهاز، بتثق في اللعيبه، اعتقد بيدي مردود كويس. ويمكن احنا شفناها في تاريخ النادي الاهلي كله يعني، دايما النادي الاهلي بيبقى دايما في ظهر لعيبته، في ظهر جهازه، في ظهر المنظومه كلها، بغض النظر عن اي نتيجه، بغض النظر عن نتيجه. احنا لو لا قدر الله يعني لو اي نتيجه بتحصل فينا احنا بنبقى اكتر ناس زعلانين. احنا لو مشينا من النادي الاهلي احنا هنبقى اكتر ناس نتمنى النادي الاهلي يبقى احسن نادي في الدنيا، لان هو ده الاختلاف يعني، هو ده الفرق الوحيد بين النادي الاهلي وباقي الفرق اللي موجوده في العالم كله يعني. اي حد بينتمي للنادي الاهلي لو حتى يعني مش عايز اقول لك يعني يخش النادي الاهلي بس، او يشارك في النادي الاهلي بس، او يبقى يخش منظومه النادي الاهلي بس، اكيد بيحس ان ده بيته. انت بقى بتدافع عن بيتك واللي انت بتحبه واللي انت عاوزه يبقى رقم واحد في كل حاجه يعني. فاعتقد ان شاء الله النادي الاهلي يرجع تاني لوضعه الطبيعي، والقيمه اللي انا بقول لك عليها ديت، ان انت في ظل موسم زي ده انت حققت فيه حاجات كتيره كويسه، سواء افريقيا مرتين، السوبر افريقي، ثالث العالم، ورغم كده برضو في الاخفاق اللي بيحصل لك يعني الناس بتبقى زعلانه، وده الاختلاف الوحيد اللي جمهور النادي الاهلي يعني. فانا بقول بعتذر طبعا تاني وثالث ورابع وعاشر نيابه عني طبعا، وطبعا الراجل والجهاز كله يعني، اكيد يعني اكيد هو لما يجي له فرصه يتكلم هيتكلم برضه نفس القصه، لان هو راجل حابب جمهور النادي الاهلي جدا، عارف يعني قيمه النادي الاهلي جدا، دايما بيتكلم اللي هو اهم حاجه بالنسبه له، عاوز يسعد جمهور النادي الاهلي. فاعتقد ان هو بيحاول، والاول والاخر طبعا اللي ربنا كاتبه هو اللي هيكون. اختم حضرتك بنقطه مهمه جدا النهارده، بتدي الفرصه حمدي بنشوفه من البدايه، عبد القادر، حسام حسن بيظهر في الصوره، ميكسوني، عوده ديانج من جديد، اعتقد كلها مكاسب متعدده من اللقاء النهارده بجانب الصعود لدور الثمانيه. بص كل لعيبه النادي الاهلي مميزه، كل لعيبه النادي الاهلي مميزه، لكن في الاول والاخر انت لازم تبقى مرتبط اللي انت لازم تختار 11 لعيب، ولازم تختار خمس تغييرات، ولازم تختار 20 لعيب في القايمه. فالاختيارات دايما
في حاله المكسب اه طبعا بتبقى اختيارات سليمه وتغييرات سليمه وكل حاجه، وده امر واقع في الكوره يعني. في حاله لا قدر الله الاخفاق بيبقى لا، وممكن اللعيب ده هو اللي بعد ماتشين ثلاثه انت بتنتقد الجهاز اللي هو ما بيلعبش، ممكن بعد ماتشين ثلاثه يكون هو اللي فالاختلاف في الكوره ده وارد يعني. لكن اكتر ناس بتبقى عايشه وعارفه وعارفه قدرات اللعيبه وعارفه حاله اللعيبه الفنيه والبدنيه والذهنيه والخططيه هو الجهاز الفني في اختياراته، هو اللي لانه اكتر واحد عاوز يكسب هو المدير الفني والجهاز. لكن طبعا هي دي الكوره، وانت طالما اشتغلت في الكوره يبقى انت معرض لجميع الانتقادات يعني، لكن ما تحسهاش الا لما تبقى بتشتغل يعني، لما بتبقى بتشتغل تحط نفسك في مسؤوليه اللي انت تقدر تاخد قرار واللي انت تقدر تختار لعيبه. فلكن في الاول والاخر برضو بكرر تاني ان احنا ان شاء الله يكون ده درس نستفاد بيه ان شاء الله الفتره اللي جايه، ان شاء الله بقى في بدايه بطوله افريقيا ان شاء الله بطوله جديده، وان شاء الله تكمله الكاس وبدايه الدوري ان شاء الله. شكرا كابتن سامي وبالتوفيق في المباراه القادمه. شكرا كابتن ايمن. اعتقد كلام من القلب من الكابتن سامي قمصان لكل جماهير النادي الاهلي. اعتذر طبعا وقدم اعتذاره للجماهير واتكلم بالقلب وقريب من نبض جمهور النادي الاهلي. خلينا نقول مبروك لكل جماهير النادي الاهلي النهارده الفوز على فريق انبي والصعود لدور الثمانيه، وباذن الله بالتوفيق للنادي الاهلي في القادم من المباريات. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن علاء، يمكن في رضا من كلام مستر موسيماني على المكسب النهارده وعلى اداء النادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي النهارده كان محتاج الفوز. اولا كان محتاج فوز كابتن سامي ومسانسور. اولا كان محتاج فوز ده اول حاجه النهارده. ثانيا تعمل اداء مقنع، هو ده ما فيهوش قلق، ما فيهوش مشكله بالنسبه لك. انت عملت الحاجه الفوز تاخر لكن ما فيش قلق، انت عارف هجيب جول. طلع عمام ضيع جول كتير قوي، ما فيش خطوره للانبي، شكلك انت الشوط الثاني كمان مسيطر اكتر، الريتم في المباراه وفي الشوط الثاني كان سريع، اتحرك كويس قوي من غير كوره وبكوره، عامل ضغط هجومي دايما الكوره الثانيه بتبقى موجوده معاك. طبعا بوجود ديانج النهارده انت الكوره الثانيه 90% انت امتلكتها، ودي بتفرق كتير جدا جدا جدا، خصوصا في الفرق اللي بتبقى عندها ضغط هجومي وبتدور على الهدف دايما الكوره الثانيه هي بتديك التفوق مش اول كوره، اول كوره احتماليه انها تقطع او ما تعملش يعني فعاليه موجوده، اللي بيخلي الهجمه الثانيه الكره الثانيه. طيب. الكره الثانيه بتكمل ماشي. لا كنا عايز اتكلم على التفوق بتاع النادي الاهلي كان من البدايه، ولكن ليه تاخر المكسب؟ ليه تاخر المكسب؟ في يعني كان بلال بيتكلم على حاله محمد شريف. في فرص محمد شريف لو شافها ان هو ضيعها النهارده هيستغرب نفسه اساسا، لكن هي كلها حته ذهن مش صافي. عارف يا ايمن لما بتلعب وانت في حاجه في دماغك يعني في حاجه شغلك دايما، المهاجم لازم دايما زمان لما تيجي تلعب مباراه وتنزل مباراه صفي دماغك خالص حتى لو عندك مشاكل. طلع كل مشاكلك بره، او ما تحط رجلك في الملعب ركز في حاجه واحده بس في ال 90 دقيقه، ازاي تتحرك ازاي تلعب، خصوصا في موقف زي محمد شريف مكان حساس جدا دايما مطلوب منه اهداف. يعني النهارده الاهداف اللي ضيعها محمد شريف لو رجعت بالذاكره كده في الدوري جايب اصعب منها بكتير جدا. صح يعني اسهل من الاهداف كتير جدا كتير جدا يعني. كل النهارده ضيعها بالهيدي دي جايب جول هو بس مش فاكر المباراه ايه، عامل ارتقاء ممتاز لدماغه محول الكوره فاهمني، فكلها بالنسبه له فرص سهله لكن بتحصل على فكره لما يعني بتحصل بس ما اقدرش الومه، لكن هي برده حته محمد تحس ان هو في حاجه شغله محمد. لكن انت مش قلقان يعني، الهدف متاخر بس حتى احنا بنتكلم بين الشوطين حاسين ان احنا هنكسب بالظبط، انت مش قلقان الى جانب ان مفيش خطوره للانبي منهم ومننا، انك انت كمان مسيطر على المباراه كويس، مسيطر على ادائك كويس، الكره الثانيه دي بتاعتك انت دفاعيا ما عندكش مشكله، الناس كلها بتبذل اقصى مجهود. النهارده يحسب لكل لعيبه النادي الاهلي اللي بداوا واللي نزلوا، كل واحد بيبذل اقصى مجهود. عشان كده بقول لك يا ايمن النهارده بدايه 10 لعيبه جديده مش 3 4 اللي لعبوا في التشكيل، لا كل لعيب النهارده بيبدا بدايه جديده بشكل جديد بمجهود جديد بتفكير جديد، عايز اخرج من المباراه السابقه باي طريقه. الحاجه الوحيده خرجك انك انت حتى لو مش هتكسب بس الناس تبقى قاعده عندها انطباع انك هتكسب هجيب جول. دفاعيا ما عندكش مشاكل، اوقات كتير قوي احنا كنا بنلعب مباريات كانت بتيجي عليك خطوره كتيره جدا، الشناوي يطلع الكوره مش عارف، لكن النهارده لا، النهارده انت الى حد كبير انت مسيطر على انبي هجوميا حتى لو ما عندوش انياب، لكن انت شكلك في المباراه كويس، انتشارك في الملعب كويس قوي،
الانتصار اللي كان عامله السوليه مع ديانج مديك تفوق ممتاز في نص الملعب. اكرم النهارده عامل مجهود ممتاز، نفس الكلام عند علي معلول. بتفق مع عادل ان احمد عبد القادر النهارده خصوصا الشوط الاول كان عامل جبهه ممتازه مع اكرم. صحيح. ولو رجعت الشوط الاول كميه الهجمات من ناحيه اليمين كانت اكتر من عند علي معلول، وده نادرا ما بيحصل. مظبوط. فاحمد عبد القادر لعيب كويس، بيلعب يمين وبيلعب شمال، عنده مزايا كتير جدا، لكن اكتر واحد فرحان النهارده بمكسب النهارده هتلاقيه محمد عبد القادر، لان هو كان اختبار بتاعه النهارده اختبار، لكن صح. عدى منه ومكسب. صح. فخلاص بتعدي، بياخد مراحل كتير قوي حته الثقه في نفسه. فالنهارده لا اجابات كتير قوي، ومستر موسيماني حتى لو كان سامي بيتكلم تحس ان في ارتياحيه في المباراه، كسبت مكسب كويس. الراحه اللي هتاخدها دي تصلح فيها اخطاء، تبدا بقى على مهلك خالص، ما عندكش وقت، انت مش مضغوط. صحيح. الضغط كانت بعد السوبر. صحيح. الناس كلها كانت مستنيه مباراه النهارده، مباراه النهارده عدتك من حاجات كتير قوي، خليت فيه الهدوء رجع تاني لفرقتك. مظبوط. كابتن شريف هرجع لك بس بعد ما نروح للمؤتمر الصحفي ونشوف مستر موسيماني قال ايه بعد المباراه. اتفضلوا. ايه كويشن؟ صعب المباراه. مفيش اسئله؟ اتفضل يا فندم. Congratulations for the winning for tonight. It is performance much better than last week game. You had many opponent and this many opportunity against opponent and how do you see the play through the responsibility than last week? And it was important to win tonight. Mm. How did you modify your system from the last game to last game and you make this good for the ball tonight? What is the difference between the last game and this one? Thank you. The difference between the last match and this one. حياتك سألت سؤال بتقول إن الماتش اللي فات الأداء فيه مسؤولية أكتر وبيلعبوا أداء أفضل الماتش اللي فات، أنت عملت إيه عشان تغير الأداء من الماتش اللي فات من الماتش ده؟ هو بيقول لك الفرق بين الماتش اللي فات والماتش ده هو هدف واحد بس، الجون اللي اتسجل. الجون اللي اتسجل. The same match. نفس المباراة نفس الأداء. Same everything the same. نفس الأداء في كل حاجة. The opponent. Did not come to us. الخصم ما طلعش علينا خالص، ما وصلش للجون بتاعنا. Everything has been the same. كل حاجة زي الماتش الجيش بالظبط. We dominated. برضه تسيدنا اللقاء. We making the chances. خلقنا فرص. The difference is that tonight. الفرق إن النهاردة. Out of four we took one. من أربع فرص جبنا جون، سجلنا جون منه. So last week. الأسبوع اللي فات ماتش الجيش. On the most important match. الماتش الأهم، ماتش البطولة يعني. The كاس. في كاس السوبر. We missed a lot. اهدرنا فرص كتير جدا. Even tonight we missed. والنهارده برضه في ماتش النهارده اهدرنا فرص برضه. But you have to understand that the players feel the pressure. بس لازم نفهم اللاعبين حاسين بضغوط عليهم. They feel the stress. حاسين بضغط طبعا شد. We also feel the pressure and the stress. واحنا حاسين برضه الضغط وشد علينا احنا كمان كفرد جهاز. We are human beings. We made of flesh and blood and bone. So we feel the pressure. احنا بني ادمين، احنا لحم وعظم ودم، احنا بني ادمين بنحس وبنشعر وبنتاثر بالضغوط. But we have to do the job. بس لازم نعمل شغلنا طبعا. اوكي. اتفضل. Congratulations first for the score, right? It's a good opportunity. Long save for rest the coming days. I want to talk about the next period during the international break. It will be useful for the team. You can bring a good preparation physically for the players or the camp. You should the tactic with the players. We have a lot of new players. Oh, but the question. I'll answer that question first. Our players, but came back from a loan. بيقول له انت فاضت التوقف دي هتتصرف فيها ازاي؟ هتبقى مفيده ازاي بالنسبه لك؟ فبيقول كان في لعيبه بتاعتنا رجعت من اعاره. And you can see they are not في لعيبه جديده. Adapted to the way we press. وشايفين برضه مش لسه ما تاقلموش على طريقه لعبنا والطريقه اللي بنضغط بيها، اسلوب لعبنا لسه ما تاقلموش عليها. And they can't finish the matches. وحتى مش قادرين ما عندهمش اللياقه يخلصوا الماتش. So we hope that we get them on the good physical side. It's an advantage for us. طبعا فترة التوقف دي أفضلية بالنسبة لنا، فترة التوقف الدوري ده عشان حددنا نحطهم في الحالة البدنية، نرفع من حياتهم البدنية. And also teach them to play the way we want to play. ونعلمهم يلعبوا بالأسلوب اللي احنا بنلعب بيه على طول، طريقة لعبنا. I'm happy with Hamdi. He came in today. سعيد من أحمد حمدي عبد القادر لعب النهاردة شارك. Slowly he's coming. واحدة واحدة بيجي. بيطلع. And Luis is gaining confidence slowly. ولويس برضو بدأ يكسب ثقة واحدة واحدة. I know بالراحة يعني.
انا عارفه هو عارفه كويس. Once he's got the confidence اول ما هيكتسب الثقه he will add more value هيساعد هيضيف قيمه كبيره للفريق. So you have to understand psychologically it's not easy for all of us. انت فاهم برضه نفسيا مش سهل قوي بالنسبه لنا كلنا. When you had a game like الجيش بعد ماتش لعب ماتش زي ماتش الجيش اللي فات and we missed so many chances ونهدر فرص كتيره جدا 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 ضيعها and the stress and the pressure builds up والضغط والضغط علينا والشد بيزيد اكتر واكتر علينا but we are professionals بس احنا محترفين في الاخر we have to take the stress and the pressure لازم نتحمل الضغوط والشد and how do you take the pressure and the stress you have to win وعشان نتحمله بيطلع من اللي احنا فيه لازم نكسب if you win everything becomes good لما تكسب كل حاجه بترجع كويسه and nobody cares if you playing very good you play well you dominate nobody cares المهم النتيجه محدش بيهتم اذا لعبت كويس سجلت اللقاء كان ليك فرص المهم النتيجه is about results كل هي اهم حاجه اللي بيفرق النتيجه في الاخر if you don't score we create pressure on ourselves النهارده كنا سجلنا كنا هنعمل ضغط علينا هيخلي ضغط علينا كيف ذا ماجورتي ذا بلايجر كيف طيب مين The majority of the players of the national team came from Al-Ahli club and you participated in many competitions but the players didn't take a rest and they participated with the national teams and came back with the Super Cup and so on the another time for the Cup. They are not worried that the majority of the players didn't take enough rest can affect your performance for the new season. Do you think Sharif is fresh? طب معلش بس اترجم الشورتيز كويشن حضرتك بتقول ان هو فتره لعيبه المنتخب قوام المنتخب معظمهم من الاهلي فكره انه يروحوا ويرجعوا كتير ممكن تاثر عليهم بدنيا هو بيسالك بيقول لك شايف ان شريف فايق وشايف افشا فايق بدنيا بيسالك سو ذات كويشن اوف players no resting ده بسبب اللعيبه اللي ما بتستريحش عشان خاطر المنتخب I've answered it before السؤال ده اتجاوب عليه قبل كده and I've told you وقلت لكم قبل كده that is going to affect the national team ان هتاثر على المنتخب الوطني and nobody understand what I said before ومحدش فاهم اللي كنت بقوله قبل كده if the national team is not fresh لو اللعيبه بتاعتها مش فايقه وتروح المنتخب مش فايقه واللعيبه مش consist of 6-7 players of Al-Ahli وفيهم 6 او 7 من الاهلي بيروحوا مش فايقين بدنيا you have to understand the situation لازم تفهم الموقف هيحصل ايه للمنتخب شهات is out حسين الشحات هو مصاب بره why ليه Did anybody kick him? حد اصابه حد شاطه حد خبطه مفيش ما حصلش اي اصابات او خبطات. Tahir is out. واختار برضه خرج. Why? اصابه ليه؟ شريف. شريف نفس الموضوع. The same Sharif that we know. ده الشريف اللي احنا نعرفه؟ مستوى الشريف ده الشريف اللي احنا نعرفه؟ قفشه نفس مستوى قفشه اللي احنا نعرفه؟ Because هو طبعا. Because of the load is too heavy. الحمل عالي عليهم كتير قوي، حمل تقيل قوي عليهم. How do you solve the problem? How can you solve the problem? How do you solve the problem? حل المشكله دي ازاي؟ What does the world do? العالم كله بيعمل ايه حوالينا؟ العالم كله football program في برنامج كره القدم في العالم كله بيحصل ايه؟ Look at Mohamed Salah, where is playing Liverpool. محمد صلاح بيلعب في ليفربول، بص بيحصل ايه هناك؟ Where was he between May and June and July? Where was he? كان في ماي في يونيو ويوليو كان فين؟ He was here. كان هنا فتره توقف، كان جاي هنا من القاهره. He was with his family. كان مع عائلته. Going on holiday. طلع اجازه، ريح. Sadio Mane. وساديو ماني نفس الموضوع كل اللعيبه دي خدت فتره راحه بين الموسمين ويس افشا ويس شريف لكن افشا وشريف كانوا فين كانوا فين بلاي لايك ذس كانوا بيلعبوا على طول مستمرين اند اتس نوت اونلي ذس يير مش بس السنه دي هاو ماني ييرز كام سنه بالطريقه دي متوالي اف ذير از نو اوف سيزون لو مفيش فتره توقف بين الموسمين وي ويل ستراجل علي لايك ذس هنصارع وهنقاتل بالطريقه هيبقى في مشكله هيبقى في صراع كل مره بدنيا بسبب الارهاق اند علي الناشونال تيم از جود زمالك اند لاكلي بلايرز لو الاهلي والزمالك هيدفعوا ثمنها if those players are not fresh اللعيبه المنتخب الاهلي والزمالك لو مش فايقين هيأثروا على المنتخب الوطني it's going to impact on the cup of nations هتأثر على المنتخب الوطني في بطوله افريقيا كاس الامم الافريقيه وفي كاس العالم في تصفيات كاس العالم المنتخب هيتأثر now there is Arabic cup وفي كاس العرب البطوله العربيه after that is a world cup وبعد كده كاس العالم ان شاء الله هتأهلنا after that champions league بعد كده عندك كذا بطوله بص هو بيتكلم علينا بيقول لك عندنا كذا بطوله ورا بعضها لعبنا كاس العالم افريقيا وكاس العالم وكاس العرب كذا حاجة وكل ده نفس اللعيبة اللي بتلعب مع المنتخب. God should help us. فنقول ربنا يساعدنا بس على اللي احنا فيه. شكرا. اوكي. واضح من كلام مستر موسيماني ان هو كان محتاج المكسب. وراضي النهارده عن اداء الفريق. لكن كابتن شريف هو قال الفرق بين
الماتش اللي فات والماتش ده هو الهدف. ما هو الهدف ده رفع ضغط نفسي عن كل الفريق. الهدف ده يعني فوز. الهدف ده يعني النادي الاهلي يقدر يكسب ويقدر بيضيع جوان خدت بالك بس بيحصل الهدف. ايوه. وبيكسب بالهدف. ايوه. والشكل اللي احنا كنا بنتمناه تكسب بهدف زي اتنين زي تلاته زي اربعه بس المهم تكسب. اه بس انا عندي ده عنده راحه نفسيه هو النهارده. مظبوط انا عندي تعليق على النقطه دي بس. انا برد عليك في المقوله اللي هو قالها يعني. انما الايجابيات بقى كتير. لا انا عندي تعليق على حته الهدف. لا هدف واداء متغير عن الماتش اللي فات. بعناصر جديده دخلت. أيوة. في ايجابيات كتير قوي النهارده. ايه ايجابيات ماتش النهارده؟ هو النهارده كان بيتكلم على الاعارات والحاجات اللي هي عنده بقى بيتكلم على مساحه كبيره قوي من اللاعبين قدامه هتقدر تدي له كويس الادفانتج يعني يقدر يحط فلان يفكر زي ما فكر النهارده يشوف وجوه جديده يكتسب لعيبه جديده يكتسب ثقه جديده لعيبه كتير لازم يبقى عندك روح المنافسه. صحيح. يعني النهارده في ناحية اليمين وناحية الشمال بقى في وفي العمق بقى في منافسه كبيره بقى في منافسه صريحه جدا بين ديانج واي حد جنبه يعني فاهم. انت قصدي حضرتك ان في بدايل في جميع المراكز دلوقتي. في جميع المراكز بقى عنده مساحه كبيره جدا قاعده قاعده كبيره جدا محتاج له ناقص له بس ناحيه الشمال. طب لو اتكلمنا ماشي حتى الشمال فيها حتى لو اتكلمنا اتكلم على البدايل. ايوه. طب لو اتكلمنا عن قفشه بديل لقفشه يعني بديل لقفشه فيها تدويره في كل حاجه يعني قفشه على قدر الله جرى له حاجه اقدر العب 4 3 3 وعندي بقى دلوقتي من البدايه. انت هتغير طريقه قصدك. مفيش طريقه ما هو 4 3 3 دي هتلاقي طرفين ومحمد شريف وتقدر بقى ساعتها ترجع بحمدي فتحي وديانج وسولاي في نص الملعب ده لما تلعب قدام فرق بقى ايه عندها امكانيات انها تقدر تبقى معاك موجوده في الجيم في اللحظه اللي انت بتدور فيها ان هو كابتن مستر ميسوما بيقول لك ان المنتخب كان الله في العون هيبقى في لعيبه رايحه المنتخب ولعيبه راجعه له من منطقه ثانيه والضغوط اللي هتبقى متلاحقه في الماتشات اللي ورا بعض. أي. فهو عنده شكل كبير في كل ماتش هتلاقيه حاطط تدوير شكل معين. أي. ممكن يسميه 4 2 3 1 زي ما انت بتقول بس هم اللعيبه هتلاقيهم هم اللي انا بكلمك عليهم 4 3 3 4 4 2 يعني هم دول اللي هيشتغل بيهم. عندك اطراف دلوقتي انا اول مره اشوف النهارده لعيب عايز يعدي زي احمد عبد الله بياخد القرار واحد لواحد وبياخد القرار وبيرقص. النهارده في حريه لاكرم انه يعمل نفسه هيرفع ويرقص وبشماله وبيطلع واحد ديانج بكل الجري اللي جري ده عنده بناء هجمه. انت بتقول لي دلوقتي بديل قفشه بديل قفشه اللعيبه كلها بقت بلاي ميكر. سولاي على طول متعود انه يبص اول ما بيستلم يروح باصص على طول ناحيه محمد شريف وناحيه الراجل من ناحيه اليمين او الشمال اللي بيخترق. الحكايه دي كلها بقت كلها بلاي ميكر. مين بديل قفشه؟ بديل قفشه المجهود بديل قفشه الروح اللي في الملعب. مفيش قفشه مفيش محمد شريف في لعيبه بتجري وبتادي في لعيبه بتخش جوه 18 وتستقبل العرضيات اللي خصوصا اللي انت لما بتنجح انت اطرافك هي الكوره الشامله بتاعتك بتاعت المباريات. ايوه. فبديل قفشه في اي حد بديل لاي حد. فبقى هو الراجل بيتكلم النهارده على انه بقى عنده قاعده كبيره قوي بيشكر فيها النادي كله ان هو بيوفر له الحكايه دي. صحيح. واكبر حاجه النهارده عوده الثقه الثقه النهارده فيه وفي الفرقه وفي الاهداف وفي كل حاجه. دي اكبر حاجه النهارده في النتيجه. هو يقصد ان هو جاب جول النهارده جول ريح الجول مكسب. الجول بيدي مكسب وبيريح الدنيا دي كلها ودي حقيقه. بصراحه يعني واحنا بقينا في فتره دلوقتي ليفربول اهي بتلعب 3 3 النهارده وفرقه من اكبر الفرق في العالم. مانشستر يونايتد بتتغلب كويس وبتضيع ضربات جزاء يعني مانشستر سيتي ماسكه فرقه زي تشيلسي يبقى بطل اوروبا ما عدوش خط النص 70 30. فالكره النهارده بتاعت اداء وكره النهارده بتاعت مجهود وروح وانت عايز ايه. انما هتستنى تلعب باسمك او هتلعب بالتيشيرت او هتلعب باي حاجه دي هتبقى بره الحكايه. صحيح. اديك شايف اي كونتر اتاك اي باص غلط بتلاقي الكره الراجل رايح عليك من الجون. النهارده عندك من المكاسب مثلا واحد كان بعيد بقاله فتره بنون بدر بدر بنون النهارده بيجري ويفتح اسبرينت وبيطلع كوره للكورنر وبيجري وراها بعد كده. صحيح. ها في حاجات في الكوره احنا نفهمها بيجري وراها عايز يلحقها قبل ما تطلع كورنر بقى في روح في اداء وفي حاله بدنيه بترجع. فما تبقى عندك اعمده كبيره جدا في فرقتك انت بتعتمد عليها واسماء ولاعيبه زي ما قال عادل محترفه لعيبه انت شاريها بفلوس كتير جدا. صحيح. لازم تستفيد منها. فلما كل الاشكال دي بترجع النهارده في مباراه وكمان بتكسبها دي عناصر يعني كل حاجه في الكوره تمنيتها النهارده حصلت لي. كان ناقص لينا احنا بقى
لعيبه الكره اللي قاعدين جنبك دول احنا كان ناقصنا جونين كمان. ايوه احنا ليه؟ لان كنا حاسين احنا لازم نكسب 3 4 النهارده وفي ماتشات كتير قوي بنحس ان احنا بنروح على الجون كتير جدا والنتيجه لازم تبقى اعلى من كده. ده اللي احنا عايزينه باذن الله. وجات لك النهارده وجات لك الفرص. ده اللي احنا عايزينه باذن الله في المباراه الجايه اللي هو بدري بدري. فاكر لما لعبنا ام بي دي وكسبنا جبنا جونين في دقيقتين؟ مزبوط. هو ده اللي احنا بندور عليه. كسبنا الجونين دول ازاي؟ بالدخول جوه ال 18 حسين الشحات ومحمد شريف والعين ده بتاخد ده. ففي رغبه بتبقى في التهديف ورغبه من اللعيبه ان هي بقى لها كلمه. وكانت الحاجات دي بتحصل بعد دي بعد تعادل صح. بعد اخفاق في انهاء ماتش بعد حكايه كده فاللعيبه عندها. ولكن من مكاسب ماتش النهارده الاداء الجيد مع المكسب. اداء الجيد مع المكسب مع عوده روح مفتقدينه من فتره مع عوده الروح مع عوده الثقه للعيبه في نفسها. يعني كل لعيب دلوقتي النهارده يمكن قفشه طلع 50% ها. أيوة. الماتش الجاي لازم هيبقى قد كده 10 مرات صحيح. وساعات في لعيبه خارجه بتبقى زعلانه عايزه برضه تفضل رجليها في الملعب وتكمل صحيح. لما دي بتبقى رؤيه جهاز فني. عايزين ننوه ان بيقام في نفس التوقيت مباراه النادي الاهلي ونادي الجزيره في نهائي بطوله منطقه القاهره لكره السله. والنادي الاهلي متفوق فيها حتى الان يمكن معانا جزء على الشاشه. ونتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي والفوز باذن الله. هنروح لفاصل نرجع لحضراتكم بعد الفاصل. ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن عادل عايز اتكلم على التغييرات بقى النهارده. التغيير الاول كان في الشوط الثاني ميكسوني مكان كهربا في الدقيقه 58. تمام. يعني عايز اقول لك انه كان في حركه كتيره قوي بس هو دخل نص الملعب كهربا كان بيلعب على الطرف وغير عمل تغيير هو وقفشه كانوا بيتبادلوا المكان ده احيانا كان بيجي في المكان ده كتير قوي كويس ولكن حركته كانت افضل من المباراه اللي فاتت يمكن خد على ميكسوني احسن من كده. ميكسوني هو لما نزل مكان كهربا لعب فين بالظبط؟ لعب هو وقفشه كانوا بيتداولوا في المكان ده في ساعات يروح ناحيه الشمال هو متحرك معانا ارقامه على الشاشه يا كابتن. هو بيلعب في اكتر من مكان يا كابتن وبيتحرك في الجزء الامامي يمكن بص تلاقي ناحيه اليمين رايح ناحيه الشمال رايح. هو عنده سرعه الاداء بقت افضل من المباراه الاولانيه يمكن عشان المباراه الاولانيه كان فيها النتيجه غير جيده علشان كده هو ما بانش بمنظر كويس لكن النهارده اداء كان كويس رغم ان هو اضاع هدف كان نفسي يجيبه علشان ياخد الثقه بس يمكن في هدف يا كابتن علاء منهم هدفين بس في هدف منهم سهل هو استنى على شويه هو كتير. التاني عشان جت على رجل اليمين مش متمرس ممكن يشوطها كده الاولانيه اللي ضاعت منه اللي لا انا بتكلم على اللي هي انا بتكلم على اللي هي ردت من الحارس المرمى اللي ردت من حارس المرمى واتعملت لكن دي لا دي كان دي كانت لازم هدف طبعا استنى عليها كتير قوي يعني دي بتاعت معلول دي بتاعت علي معلول دي لا لا دي مش بتاعت علي معلول هي دي اللي دي اللي هي اللي بتقول عليها بالليل يكب ان هو يوقفها يقف عليها ويلعبها بشماله عشان هو مش لاعب بيلعب برجله اليمين. الكره الثانيه المهمه دي الاصعب اللي هو معلول بقى اللي هي بتاعت معلول يا ريت تجيب لنا الكره الثانيه بتاعت علي معلول اللي لعبها لميكسوني رقص فيها كان لازم يشيلها من فوق حارس المرمى يمكن علشان بعده عن الفريق يمكن دي يمكن ال 30 40 دقيقه اللي بيلعبها مع الفريق ممكن تجيب لنا اللقطه دي مره تانية عايز اتكلم على ميزه النهارده كانت موجوده حته نعم. الرد لا حته الرد قبل حته الرد بص الديفنس بتاعنا واقف فين يعني ده اللي احنا عانينا منه عن العمق الدفاعي ايوه بالظبط لكن بص يا كابتن ايمن المهم النهارده كان في المباراه البدايل اللي هو كبرت يعني عدد اللاعبين اللي ممكن تديهم كاساسيين هي. هتعمل صراع حميد كويس في دي بتاعت معلول يعني هنا تثبت يعني هو شوف يا كابتن هو مره ثانيه بعد اذنك يا برجاوي وقف لما كره تجيله بس هنا وقف هنا بص يا كابتن ماخدهاش على طول هو اهم حاجه الوقفه نفسه البوزيشن بتاع الوقفه هو لو كان ادى ميل شويه كان اللي عملها لمسه واحده كده اجبرته ان هو يعملها لمستين رغم ان ممكن يعملها لمسه واحده لكن احيانا اللعب الكتير والانسجام مع الفرقه ممكن يديك حته انك انت تبقى افضل في قراراتك طب استنى هي ممكن لمستين هات اللمسه الاولانيه برجاوي معلش وثبت الصوره قفلوا عليه هنشوفها هات اللمسه الاولانيه أيوة. لا اللمسه الاولانيه ليه كمل لا لميكسوني لميكسوني ماشي كمل ايوه هوبا دي بس
بص هنا اتقفلت عليه شويه تقريبا اتفتحت دي يا كابتن عادل. عاوز تشيلها لفوق هو ممكن يشيلها لفوق بس انا اكتر حاجه ممكنه في دي الوان تاتش ايوه الوان تاتش عشان يجي لازم يحصل ايه انت بتقف وقفتك الصح كره هي جايه انت بتعدل وقفتك عشان تلعبها على الوان تاتش لكن هو اداؤه كان افضل من المباراه اللي زمان اللي فاتت يمكن الكابتن علاء جاب جون في الزمالك بتروح. ايوه جاب جون في الزمالك عبد الكريم اللي عملها لك لا عمل اكتر من ماتش ده جايبها في كذا ماتش بس هو جايبها في نهائي افريقيا في كتوكو كتوكو كانت في كتوكو اصعب الحته دي كتوكو كانت جت في سقف الكابتن مصطفى عبده اللي عملها بالعرض هو هنا ميكسوني مشي بالعرض كتير قوي بالكوره يعني ادي واحده ادي الثانيه بس عادل هي اللقطه دي لا لازم لعبه واحده لمسه واحده بس وان تاتش هي طبعا خصوصا هو اساسا بيلعب برجله الشمال ايوه هي جايه له على الشمال عارف لو العكس الناحيه الثانيه هنا لا هنا لا يشيلها على طول بالظبط يشيلها للعكسيه برافو عليك الجون جاي تبقى بس هو ما بصش على محمود جت خلي بالك بس هو المهم النهارده بعد ما وقف تحت رجله كمان تفكيره خلاص المهم بص دي ما بصش كان بص للكوره وبعدين حتى عادل لما جه وقفها هي بعدت سنه يعني سنة. بص بعدت بص هنا بص اما حتى هو بص بعدت سنه ما جاش تحت رجله بالظبط لكن هي في كل الاحوال لما تفهم مع عادل ان هي عايزه لمسه واحده لا لعيب لا لا اداء جيد طبعا هو بس المهم في الامر ايه انك انت تزود عدد اللاعبين مظبوط علشان المنافسه تبقى جيده مظبوط يمكن الفتره اللي فاتت عندك مثلا اكتر من لاعب قفشه محمد شريف مكانهم مفيش الا هم في المكان انت يجب انك انت يعني النهارده عبد القادر على فكره يقدر يلعب مكان قفشه لانه لعبه كتير قوي ولعبه في سموحه كتير ولاعيب متحرك ولاعيب كويس عندك اكتر من لاعب ممكن يعني في بدائل كويسة من وجهة نظري ولكن في آخر الموضوع في التغيير الأولاني إن كهربا كمان أدى أداء كويس ودي ميزة كويسة يمكن كهربا أنا من أحسن مباريات أو أحسن شوط شفته للفترة اللي فاتت طب هنتكلم عن حسام حسن مكان شريف وبعدين نتكلم على صلاح محسن اللي هو صاحب الهدف ونشوف الهدف ساعتها حسام حسن مكان محمد شريف كابتن بلال وعايز أربطها بحاجة بالكلام اللي أنت قلته هل أنت كنت تقصد ان شريف متوتر شويه من وجود حسام حسن طبيعي انك انت مش متوتر عشان حسام حسن موجود لا متوتر انت عايز تسجل اهداف عشان تفضل انت دايما رقم واحد عايز تأدي بشكل كويس عشان تفضل انت دايما رقم واحد حسام حسن لعيب جيد انت اشتريته من سموه عشان تدعيما لخط هجوم النادي الاهلي فبطبيعه الحال كشريف عايز دايما يبقى في الصوره وده وضع طبيعي بالنسبه لاي مهاجم هو دايما عايز يسجل اهداف عشان دايما يبقى رقم واحد المنافسه شريفه في الملعب صحيح. واختيارات المدير الفني اللي في الاخر اللي بتحسم الامر يعني مين هيلعب مين هيكون موجود احتياطي مزبوط. مين هيتبدل انما انا بقول ان يعني عارف الضغوطات بتبقى موجوده عليك خاصه بعد الماتش برده الاول الماتش اللي فات برده عدم تسجيل شريف للاهداف فبتنزل تاني مباراه عايز يسجل اهداف فبتبتدي تتوتر لا النصيحه لشريف انه يركز يلعب بهدوء زي ما ابتدى الموسم اللي يعني الموسم اللي فات ابتدى كان كويس بعد كده حصل حاله من التوتر والقلق شويه لما بواليا جه بعد كده ابتدى يبقى عنده توازن جيد جدا جدا ومشي بيه واستمر بيه لنهايه الموسم احنا عايزين الاثنين عايزين حسام حسن يأدي بشكل كويس ويدخل في الفورمه مع النادي الاهلي ويدخل في الاجواء بتاعه النادي الاهلي والضغوطات بتاعه الماتشات ويعرف ان الامور بتبقى صعبه جدا جدا داخل النادي الاهلي لان انت عليك ضغط كبير جدا المنافس بيبقى مركز بشكل كبير خطوط الدفاع بتبقى قريبه جدا التمركزات الدفاعيه زياده العدديه الدفاعيه بالنسبه للمدافع بتبقى موجوده بشكل كبير جدا جدا لكن الفرص مع النادي الاهلي بتتاح بشكل كويس واستغلال الفرص امر مهم جدا بالنسبه للفيرود انت النهارده ممكن يبتدي حسام حسن يبتدي له تاريخ جديد مع النادي الاهلي تاريخ مختلف عن اللي عمله كله مع سموحه لان الهدف مع النادي الاهلي ب 100 هدف تقريبا صحيح. يعني تمام شريف برده لازم يركز لازم يعرف يهدى لو هو متوتر او هو بيفكر او هو يعني عنده افكار تانية مختلفه خارج نطاق كره القدم المفترض ان هو يركز بشكل كويس جدا هو لعيب امكانياته جيده لعيب جيد لعيب هداف بيعرف يسجل اهداف امكانياته جيده جدا 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 فعايز اقول برضو هنتكلم في تغييره يعني ما لحقش حسام او انا شايف انه لسه برضو ما دخلش اجواء النادي الاهلي المباراه اللي فاتت حتى المباراه دي كمان لسه برضو ما دخلش جوه التيم بتاعنا لسه بعيد شويه عن النادي الاهلي اعتقد واحده واحده هيبتدي يدخل المباراه بس تتسهل شويه كابتن ويبقى عنده ايه
امكانيات وقدرات جيده، ولعيب ممكن يظهرها بعد كده في الماتش. بنشتغل بلال برده على ضربات الثابته اللي بتجينا دي، بتجينا ضربات ثابته كتير جدا ما بتسقطش منها. صح، مفاتيح الفوز في فرق في العالم ضربات الثابته. مظبوط، يعني عايزين الفتره دي لو اشتغلنا عليها في التمرينات والحاجات دي تبقى دي النهارده اكتر حاجه يمكن في كذا كورنر بيلعبها عليها. لا الكرات الثابته اللي على 18 كمان اكتر من الاثنين بيقفوا هو وقفشه المفترض ان يبقى فيها خطوره للنادي الاهلي لم تستغل بشكل كويس. يعني النهارده ميجي لك اربع ضربات ثابته قدام ال 18 ما ينفعش واحده ما تخشش الجول مع فرقه زي النادي الاهلي. حتى كابتن بلال الركنيات لازم الاستفاده منها اكتر من كده. بص كانت انا معاك في دي، كانت قوه جامده بالنسبه لنا، عملناها بكذا تريك وجبنا منها جول. انا معاك في دي، لكن الكورنرز دايما بيبقى صعب شويه. لكن لما تتاح لي اربع كرات ثابته قدام ال 18 على خط ال 18 وما استغلهمش بالشكل ده. صحيح. انا عايز اقول لك الاهلي السنه اللي فاتت كلها بالكامل اعتقد ما سجلش هدف من ضربه ثابته قدام ال 18، ما سجلناش ولا هدف، برغم ان انت عندك علي معلول بيعرف يلعب بشكل كويس، مجدي قفشه بيلعب بشكل كويس، السوليه برده عنده قدرات وامكانيات كويسه في الحته دي. لازم استغلال الكرات الثابته لانها منفذ او حل من الحلول في بعض الاوقات. صحيح. حل وحل كبير جدا، حل يجيب يعني لك ضربات جزاء كمان من التصويبه الجامده. اكيد ده وضع طبيعي يا كابتن. في حاجه لا طيب نشوف بقى هدف المباراه، والتغيير الثالث كان صلاح محسن مكان عبد القادر في الدقيقه 70. يا ريت اهو ادي هدف المباراه مكسوني لعيب كويس والله، والرؤيه عنده كانت هايله، واخد القرار خفيف احلى قرار اللي جاي ده. ده احلى قرار ده الوان تاتش طبعا. صحيح طبعا، كمل ونفعت طبعا. هاي. صلاح محسن سرعته في الحته دي نفعت زي محمد شريف بالظبط. الحته دي عنده خطوات قصيره بس سريعه جدا. عشان كده نجيبها مره ثانيه ونشوف الهدف ده جاء من كام تمريره. يعني احنا وصلنا بسرعه، ادي دي التمريره الثانيه متهيألي دخل بيها لجوه مكسوني. الثالثه الثانيه دي، لا هي دي الثانيه، هو بس جات له كوره خدها ومشي، ودي الثانيه. لا هي ما جايه له، هي جايه له. ادي الثانيه الثالثه على طول. الثالثه جول، الثالثه جول، ثلاث تمريرات سريعه جول وان تاتش كمان. الهدف دائما يحسب لعيبه النادي الاهلي نزعه هجوميه مش طبيعيه. يعني بص هات الكره، بص اكرم عامل ايه. يعني بص اكرم نجيبها مره تانية برده من البدايه. بص هنا مسوني. بص اكرم كويس ضارب مشوار، وبص علي معلول. صح. مكمل، وبص مجدي محمد مجدي، وبص صلاح محسن قاطع في القلب. هو ده اللي عمل المساحه اللي قاها صلاح. بص صح طبعا محمد مجدي يعني كاشف الملعب امتياز، ما بعده امتياز ولمسه حلوه قوي. يمكن من احلى حاجه عملها مجدي النهارده في المباراه دي، لمسه حلوه قوي وهدف حلو، انتشار حلو قوي. تحس ان هو يعني الكلام بيتقال ما ينفعش المباراه تطلع كده. هو ده النهارده عنوان اللقطه دي، عايزين نجيب جول. فكله على نفس التفكير، عايزين نجيب جول. وفعلا هدف حلو قوي على فكره. صحيح. اخر تغيير كان وليد سليمان مكان قفشه في الدقيقه 82. عوده لوليد سليمان صاحب الخبرات الكبيره جدا، كنا بنتمنى له النهارده انه يتوفق في استحواذ او تصويبات او اي حاجه يكون ليه وجود نفسي بالنسبه له هو. لعبت له كام كوره طويله جدا عمل فيها سبرنت، ما كانش الباص ما كانش موفق بالنسبه له، انما تحس برضه بوجوده، تحس بتحركاته، تحس ان الراجل لما بتيجي الكوره في رجله ممكن يحصل اي خطوره. ممكن يعمل باص زي ما عمل مجدي قفشه كده لوحده يروح على الجون، ممكن يموه ويروح شايط بشماله، يملك من الفرديات والاداء اللي هو يقدر يكون ليه تغيير في نتائج كويس. بس ده في حاله واحده لما بيكون الحاله البدنيه بتاعته وراجع من مفيش اصابات مفيش حاجه، واقف على رجليه بدنيا يعني. طيب. بالتوفيق ليه الفتره الجايه باذن الله. لو اخترنا رجل المباراه كابتن شريف الحاج ديانج، مفيش غيره النهارده ما شاء الله، الله اكبر. نشوفه دايما زي ما قال عادل، احرجنا كلنا، مش هيخرج من الملعب تاني. لا احنا مقتنعين. لا ما احرجناش احنا، لا احنا مقتنعين. انا عاجبني مقوله عادل، قال لك ده لعيب قال انا اهو وما ينفعش انا ما اكونش موجود يعني. وعايزين وعلى فكره عايزين تلعبوا اي حد عليه بعد كده، لعبوا 4-3-3 يعني. ديانج مش محتاج يقول انا اهو لان ديانج طول عمره هو اداؤه ده ما بيقلش. مزبوط. لكن هو طبعا ديانج، انا بتفهم اكيد ديانج طبعا يعني. ديانج. كابتن عادل ديانج طبعا، برضه ديانج طبعا. كابتن احمد اكيد يا كابتن يعني قال لي ديانج افضل لاعب النهارده في المباراه
هو سر التحول بتاع النادي الاهلي الحقيقه. صحيح. من بطء شديد جدا في نقل الهجمات لسرعه شديده جدا في نقل الهجمات. صحيح. فرقه انت ما بتضغطش المباراه اللي فاتت، النهارده بتضغط بشكل كويس جدا. يعني النهارده عمل لك تحول كبير جدا. مزبوط. النهارده كمان استخلاصه للكرات الخطر عليك. صحيح. في ال 18 بتاعه النادي الاهلي يديله الافضليه، صنع الفرق في نص الملعب. لكلما كمان هتلاقي لعيب يعني بالاداء ده والاخلاق دي ما بنسمعش حسه في الملعب، بيأدي بس محترف. محترف يعني. عموما بنبارك للنادي الاهلي الفوز في نهائي بطوله منطقه القاهره لكره السله بعد الفوز على الجزيره 76-55. الف مبروك للنادي الاهلي. هنشوف لقطه طريفه على الشاشه وبعدين نروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. ارجوكم انتظرونا. مرة تانية اعزائي المشاهدين وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر اهلا وسهلا بحضرتك. تحياتي لك كابتن ايمن وتحياتي لكل جمهور النادي الاهلي. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن عادل عبد الرحمن، والنجم احمد بلال. كابتن اهلا بيك كابتن. الله يخليك. مبروك للنادي الاهلي على المباراه وعلى الاداء، اداء متميز جدا. صحيح. وهارد لك لنادي انبي. كابتن ايمن في بدايه المباراه من غير الفار. احنا قلنا الفار في دور 16 ودور الثمانيه مش هيبقى موجود. ليه يا كابتن؟ ليه ديت؟ لان الاتحاد الكره هو هنا تكلفه الفار انت عارف هو مش عاوز. الاتحاد الكره قال ان الانديه تشيل او تتحمل المبالغ بتاعه الفار. كابتن ده احنا شفنا امبارح ضربه جزاء وهميه في ماتش بيراميدز وسموحه، وهميه بالظبط. وهنا النهارده عندنا مفاجاه على فكره. طبعا. في المباراه. طبعا. واحنا مش عشان خاطر النادي الاهلي كسب بنتكلم، ولكن خلينا بس ما نسبقش الاحداث، ولكن احنا بنقول المباراه دي كابتن عادل من غير الفار، والمباراه اللي جايه كمان في دور الثمانيه هتبقى من غير الفار، بس بنوضح ان في خطوره ان هذه المباراه تتلعب من غير فار. لا، في خطوره على التحكيم، وهنشوف من خلال الحالات ونحكي ونشوف اداء الحكام النهارده كابتن شريف. نروح لحكم المباراه النهارده المتميز دايما محمود البنا. بامانه النهارده كان متميز جدا جدا. كل القرارات النهارده اللي خدها في المباراه على الرغم ان الفار مش موجود، لكن النهارده البنا زي ما قلنا من الحكام المتميزين اللي بيشتغلوا على نفسهم كويس كابتن عادل. معانا ايضا المتميز حكم كبير، حكم كاس عالم، فكره الحكم الوحيد اللي رايح كاس عالم كابتن ايمن من عندنا الكابتن محمود ابو رجال، وبنقول له الف مبروك من خلال قناه النادي الاهلي، وحكم مساعد متميز بنبارك له على كاس العالم. عندنا ايضا احمد توفيق المساعد رقم 2 ومجدي خاطر الحكم الرابع. سريعا نروح للحالات، لان احنا عندنا حالات هنقف شويه يا كابتن احمد، دي حالات توضيحيه تعليميه للكل. يلا خلينا نشوف الحاله اللي جايه ونشوف هنا التمركز للحكم، تمركز ولا اربعه. شوف هنا استخدام المرفق، وحاله من الحالات اللي هي لم يتردد الحكم في اتخاذ القرار الصحيح احتساب المخالفه. وهنا شوف هنا الايد هنا رايحه فين يا كابتن ايمن؟ هنا رايحه في الوجه بالظبط مع محمد شريف، وبالتالي هنا المخالفه تستحق البطاقه، لان الضربه مش بقوه قوي، مش بالكوع، ولكن هي بال تستحق البطاقه الصفراء طبعا. البطاقه الصفراء. وهنا بطاقه صفراء صحيحه بحيي فيها حكم المباراه محمود البنا. نمر ونروح للحاله اللي بعد كده. هنا البنا قريب جدا 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 جدا، ونشوف الحاله هنا هل في مخالفه كابتن علاء ولا ما فيش مخالفه؟ خلي بالك، بنقول يعني في النادي الاهلي بنقول دايما هنا هذه الحاله نشوف البنا كان رحيم جدا جدا بعدم اشهار البطاقه الصفراء، لان هنا ده تحايل واضح جدا جدا من اللاعب النادي الاهلي. هنا هو عمل الكره وراح ناحيه الشمال، وهو عمل سقوط هو من غير ما حد ابدا يجي. البنا عنده اداره، خلي بالك هو هنا ما حبش يأزم، وهنا دايما بنقول للحكام ما تأزمش طالما يعني الامور ممكن تمشي، وهنا الامور هنا هو خلى اللعب تواصل وما اداش البطاقه الصفراء. يلا الحاله اللي جايه شوف التوقع والقراءه الجيده لحكم المباراه. قعد مستني 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 عشان يدي اريحيه لأليو ديانج، هو رايح
بالكرة، ولكن هنا في مخالفة في البداية، في تعطيل بالإيد يا كابتن. صح، في تعطيل بالإيد هنا، هو سمح باستمرار اللعب وقال يمكن ألي ديانج يعدي، وفعلا هو رجع تاني وراح حاسب المخالفة وأشهر بطاقة الصفر. حالة من الحالات المهمة أيضا، ودي بتدل على قراءة الحكم لهذه الحالة، هنا الإيد وهنا الدفع وهنا الشد وكل حاجة موجودة. لم يستفيد أليو ديانج من الفرصة، وبالتالي رجع البنا وادي المخالفة، وده القانون اللي بيقوله ما حدش بيقوله، واحنا بنشتغل بالمعايير الحكم بيرتاح. يلا نروح للحالة اللي بعد كده. تمام، نروح للحالة اللي بعد كده ونشوف حالة من الحالات المهمة جدا جدا للحكم الدولي المساعد المتميز أبو رجال. الكل يتوقع أو يعني كان يعني فاكر إن دي تسلل، ولكن هنا بنشوف هنا لاعب النادي الأهلي هناك أكرم هناك في البعيد مغطي، وبالتالي هنا قرار هايل هايل هايل. محمود أبو رجال بحييك إن عملت استمرار وما أشرتش على التسلل. مظبوط، وكانت ممكن هنا نشوف هنا كانت ممكن تبقى هدف، وكان هيبقى هدف صحيح. الحالة اللي بعد كده نشوف الحالة اللي بعد كده اللي جاية، حالة من الحالات المهمة. البعض هنا بنشوف قمة التركيز من المدافع. خلي بالك كابتن علاء، هنا بحيي بدر بنون جدا جدا جدا. خلي بالك لو الرجل هنا ما راحتش في الكرة ونجح في لعب الكرة، خلاص هنا حاجة من الاثنين، ينجح ويلعب يحسب ركلة جزاء. وبالتالي هنا بحيي بدر بنون، هو نجح في لعب الكرة، وبالتالي هنا البنا قرار هايل جدا باحتساب الركنيه، ولا توجد ابدا اي مخالفه على لاعب الاهلي نادي بدر بنون، وهنا نجح في لعب الكره. الحاله اللي جايه الكثير والكثير طالعين يقولوا ان هنا وهناك ركله جزاء لامبي. تعالى يا كابتن اقول لك على حاجه مهمه جدا جدا. ده هو اللي جاي ياخد ايد علي معلول. هنقف ستوب. لا ده ارجع تاني. نرجع تاني من فضلك معلش، عشان دي لعبه مهمه، انا عندنا لاعبين مهمين جدا ممكن هم يعني افضل. شوف الايد رايحه فين، الايد بتاع لاعب اما كابتن قبليه. هو هنا لاعب اما بيعمل ايه؟ هو مش هيقدر يتواصل ويروح للكره كابتن، في اثنين قافلين، وبالتالي حط دراعه بالظبط، وان هو عمل سكوت يعني ربما الحكم هنا يعني الصوره تخدعه ويحسب ركله جزاء. انا شايف ان هنا لا توجد ركله جزاء ابدا، وهنا احتكاك بدني عادي، والايد هنا كانت طالعه من لاعب ام بي، واللعبه واضحه طبعا. هنا نشوف الايد في الايد، وهنا احتكاك بدني عادل، وبالتالي هنا لا توجد ركله جزاء للاعب امبي. هذه حاله من الحالات المهمه جدا جدا لمحمود البنا في هذه المباراه. الحاله اللي جايه حاله من الحالات المهمه جدا جدا جدا، وهنقف عندها شويه هنا واحده واحده. صح، ده جاي من المدافع. وجهه نظرنا عايز تاخدها يا كابتن، هنشوف بس يعني نخلي اللعبه ايه تمشي، وهاخد راي حضراتكم. ماشي، نعيد بس فيها عشان خاطر ندي فرصه لحضراتكم تشوفوا. لا نمشي من الاول خالص، هنعيد بس من الاول، هنرجع من الاول بعد اذنك، خلي اللعبه تمشي من الاول خالص ونجيب الزاويه العكسيه بعد كده. نجيب اللعب الزاويه العكسيه، اشاره ولا وجهه نظري هدف. ستوب، هرجع تاني كده، هرجع بقى وهقول لك اقف عشان بس نقدر نتكلم. سايد بس سايد. نرجع تاني. استنى بس، هنمشي نمشي بعد اذنك. ستوب بقى خلاص، ارجع بقى يعني ماشي، خلي الباص يعدي، خلي الباص يروح لوليد، وقف. بس شكرا. كابتن ايمن، انت ايه رايك في الحاله دي؟ هدف صحيح كابتن علاء، معاك هدف صحيح 100%. كابتن حطيت لنا الصوره دي عشان ايه بالظبط؟ عشان ابقى فاهم يعني مؤافاه. اولا انا هحكي لان انت شفت انا سبت لك الحاله تمشي براحتها. صح، ما وقفتهاش انا، بس هوقف هنا عشان انا اللي هشرح. تمام، انما انت شفت الحاله مره واثنين وثلاثه، نجيبها لك تاني؟ لا 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 خلاص، لا لا انت عايز تقول يعني لما انا لا انا عايز اخد راي حضرتك. هدف صحيح 100% يا كابتن. هدف ولا مش هدف؟ هدف كابتن احمد. والله جري الكوره اقول لك هدف مش هدف. لا لا هدف صحيح يا كابتن شريف. كمل يا كابتن. لا الكوره دي هدف. كمل يا كابتن. كابتن عادل، والله انا شايف انه فيها اوفسايد. طيب اوكي، علشان عدم تعالى بقى كابتن ايمن نتكلم بالقانون ونشوف. اتفضل يا كابتن، يلا هات لنا اللعبه، هات لنا الحاله من فضلك لو سمحت. هنا بنتكلم في الماده 11 التسلل. صح، واللاعب اللي هو بياخد فرصه في كونه في موقف تسلل. مظبوط، الحاله دي مهمه جدا جدا، من فضلك ارجع لنا. ده ما كانش في موقف تسلل هنا. لا هو نتكلم ان حسام حسن كان في موقف تسلل. ايوه بس لعيب سماحه لما لعب الكوره. نرجع بقى تاني،
هقول لك ليه؟ امبي مش ليه؟ سوري لعيب امبي سوري لعيب امبي لما لعب كوره. بص يا كابتن مش عارف بص يا كابتن لاعب امبي هنا هنتكلم هنا هل في اراده من اللاعب المدافع ان هو يروح يلعب وارتاحيه بالظبط ولا هو اتفاجئ؟ لا ما اتفاجئش تمام؟ هقول لك ما اتفاجئش ليه؟ هنا لاعب مدافع هنا وشه فين؟ وشه ناحيتنا مظبوط يلا خلي وليد يطلع بالكوره يلا خلي وليد يطلع بالكوره يلعب يعمل الباص عمل ايه؟ ستوب مد رجل غير البوزيشن خالص بالظبط وخد الخطوه مظبوط اذا دي اراده صح ده لعب متعمد اسمه الدريبلت لبلاي صح. دي اراده ان اللاعب ما كانش واقف واتفاجئ بالكره ولعبها من مكانه كابتن شريف مظبوط يا كابتن والكره ما ارتدتش فيه يعني ما كانش واقف وارتدت وراحت أيه. لحسام حسن ولكن هنا بنتكلم هل في تعمد لعب فيها تعمد من اللاعب لا في تعمد لعب من مزبوط. اللاعب ليه انا وضعتي بوشي وبعدين رحت رايح متحرك وحاطط رجلي ماليش علاقه بجوده لعبته صح ماليش علاقه بجوده الكره راحت لمين ومين اللي ادى الاوفسايد انا لايمان ولا الحكم لا المساعد هقول لك هي لعبه صعبه انا مش علاقه بجوده اللعبه انت حضرتك رحت كلاعب اتحركت ولعبت بارادتك وبالتالي هنا شايف هنا اللاعب المتعمد هدف صحيح ليه ولو كان في فار كان اداها له جول كان هيحسب جول اه بنتكلم بالقانون خلي بالك ونقول لحكامنا كلها مزبوط. من خلال قناه الاهلي لا مجامله لاحد وانا جبت اللعبه ليه وقلت ليه لان في فرق لو انا كابتن احمد واقف في مكاني وترتد الكره وتروح للاعب في موقع تسلل تسلل مظبوط لو انا في موقع والكره بلعبها وبتنحرف من رجليا صح بيمنع باص هي كره لو راحت لحسام على طول لو الكره ردت من القائم او من العارضه لحسام حسن تسلل مظبوط اما اذا تدخل اللاعب ان هو يلعب لعب متعمد يتحرك ويروح صح. بيمنع باص يستمر يتحرك لان هو عدى نفسه وخد خطوه هو عملها بيمينه ولعب. مش بشماله اوكي هنا في حركه ولا مفيش في طبعا يعني انا اتحركت ليه ده السؤال انت كمدافع بيمنع باص الكره ليه عارف ان الكره رايحه في اتجاه يعني لو كانت خبطت فيه وهو ثابت تبقى اوفسايد لو جت من العارضه اهو لو جت من العارضه او القائم واللاعب ممكن يسلل تبقى تسلل صحيح. هنا شايف عشان نوضح تاني ان لاعب ام بي هنا تحرك بارادته قطع تمريره بعيده ما كانتش في اتجاه او انقاذ المرمى تحرك اللاعب هنا يخلي ان في هدف والهدف هدف صحيح وده بنقوله للحكام اللي هي الحاله اللي في كتير الناس مش عارفاها في فرق بين اللاعب المتعمد وفي فرق بين الكره ترتد مني او تنحرف صح. هنا لاعب متعمد والقرار اعتقد كان يعني صعب شويه على محمود لما لو كان في فار هنا كان اكيد هيرجع ويحتسب الهدف ودي يمكن كانت اخر حاله كابتن ايمن وسعيد جدا ب يعني المناقشه الجميله جدا من حضرتك وبين ضيوفك الكرام الله يخليك كابتن بنشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن نصر عباس شكرا كابتن شكرا كابتن وبنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وام بي في دور ال16 لكاس مصر والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 1-0 الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق للمباريات القادمه ان شاء الله حابب اشكر نجوم الكبار اللي شرفوني النهارده وامتعوني كابتن شريف عبد المنعم الف شكر كابتن نورتنا وشرفتنا الف شكر كابتن ايمن ومبروك وعقبال ان شاء الله دور الثمانيه باذن الله يا رب باذن الله عقبال الكاس ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله كابتن علاء ميهوب الف شكر يا كابتن نورتنا وامتعتنا كالعاده بشكرك يا ايمن والف مبروك للنادي الاهلي شكرا كابتن علي عبد الرحمن الف شكر يا كابتن امتعتنا النهارده الله يخليك كابتن وانا سعيد بان احنا كسبنا الماتش ده عشان ما ندخلش في دوامه الحمد لله رب العالمين الحمد لله كابتن احمد بلال هدفنا المتميز الف شكر يا كابتن نورتنا وشرفتنا الله يخليك كابتن مبروك للاهلي النهارده الله يخليك الشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي